أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم معنا صديق مجاهر جديد، الأخ ياسر القدسي. خلونا نرحب فيه أهلا بالبداية. أهلا وسهلا فيك ياسر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك ياسر. ياسر، بداية بس هيك بطاقة مختصرة عن شخصك الكريم، لو بطاقة تعريفية لو سمحت، تفضل. حاختصر كلش. أولا أنا اسمي هو ياسر القدسي معروف، عمري 27 سنة. أشتغل يعني كمصمم معماري ودرست التصميم المعماري. بالبداية كملت أول شيء تصميم فنون جميلة، ديكور، وبعدين حولت على التصميم المعماري بالجامعة. وحاليا كنت سابقا مقيم بالعراق، يعني عايش بالعراق، والعفو مو مقيم، عايش بالعراق. وكنت ناشط مدني وعضو بالحزب الليبرالي العراقي، وهسه حاليا مقيم بألمانيا. وهاي خلاص. أكيد أكيد أكيد. طيب ياسر، نحن يعني متعودين بس الضيف يكون جديد، يعني نبدأ منه من تجربته مع الدين، من طفولته إلى الساعة الحالية. خلينا نبدأ بتجربتك مع الدين، بطفولتك، بتعامل أهلك معك، كيف كنت تشوف الدين، كيف كنت تشوف الإله مثلاً، يعني جزار. كيف كنت تشوف الإله؟ تفضل، خلينا نسمع منك، تفضل. اوكي، اول شيء انا نشأت طبعا بعائله دينيه كلش الى درجه ومتدينه. عندي يعني كنت تربيت عند عمي بالبدايه. عمي كان سني من يعني من المذهب الوهابي تكفيري هو، يعني بالبدايه كانت سني تكفيري بين قوسين. وبعدين تحولت إلى شيعي، استشيعت، حافظ القرآن كله لحد هسه ما أزال. وبالإضافة إلى هاي يعني من خلال تجربتي، يعني شلون كنت أشوف الإله. أنا بالنسبة لي أشوف الإله يعني كنت أشوفه جزار صراحة من أنا قبل، يعني أخاف من عنده، يعني أعبده أنه خايف من عنده. شلون أوصف لك، يعني كانوا انه كله يخوفونه، يعني حتى من نسوي شيء غلط بالطفوله يقولون لنا ترى الله يذبك بالنار، ترى الله يحرقك، ترى الله كذا، ترى الله كذا. طبعا ادري انه تتواجه مشكله باللهجه مالتي، لان دا احاول انه اخذ لا لهجه ولا ابسطها، يهمك، خذ بس راحتك. اللهجه مالتنا العراقيه شوي ثقيله. لا، لهجتك مفهومة وخذ راحتك، يعني اوكي. المهم تعبر عن رأيك، يعني ما في مشكلة اي، لهجة، تفضل. بالنسبة لي يعني من خلال هاي الفترة، يعني بديت انه اني كنت سني تكفيري، كنت اناقش الملحدين واحاول اهديهم، ومن خلال هماتين كنت اتهجم على الشيعة اكثر شيء، يعني اعتبرهم الروافض، ويل 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 الى اخره. بعدين استشيعت عن اقتناع، يعني عود من خلال الكتب قريت ومال السنة يعني الكتاب مال الشافعي والابن تيمية يا وكذا سيدي، وكذا. قبل ما نوصل اي، لهالمرحلة هي، قبل ما نوصل لهالمرحلة هي، أنت لأي بأي سن استشيعت؟ لا ترجع عمرك. انا استشيعت بوقت الطائفية بالعراق، كان عندنا وقت اسمه وقت الطائفية. وقت الطائفية بدأ من 2006 اعتقد، ما اتذكر بالضبط، من 2006 الى 2008 شاد كان عمرك بدأ. هذاك الوقت؟ ايش قد كان عمري؟ لحظة، يعني صدق ولا اتذكر. يعني تقريبا لحظة، قد مواليدك؟ انا بحسب لك اياها، بس قول لي مواليدك. اي لا، اني شو اسمه، مو اني ما دا اتذكر كل شيء، لان دايخ هواي شغلات مرت بينا ترى، يعني مو مواليدك سهلة. اي، انا مواليدي 88. 88، يعني كان عمرك ب 2006 18 سنة. قبل ما نوصل ل 18 سنة، اي قبل ما نوصل طيب إلى سن 18 اي شيع، يعني لا، هلا بعمر ال 13. بس اني ما اتذكر بالضبط ايش وقت استشعت، يعني ما بس متاكد لو خليني 2006 لو 2008 لو 2007. اي أسألك، نحن لسه بكير لنوصل للاستشياع،
نحن خلينا نقول بعمر 13 ل 14 ل 15 لما بتجيك هالاسئله هي. بحثت عن بحثت عن درست قرات حتى وصلت لمرحله التدين الكامل مثلا. لا التدين اني واحد، التدين انه اني انولدت بوسط عائله ومدينه ومنطقه وكل شيء هي دينيه يعني بعد، ف اجباري اجباري انه اكون متدين. وما كنت اقدر افكر لان التفكير حرام، يعني مثلا كنت اسال عمي، هو توفى طبعا، كنت اساله اقول له مثلا اسئله وجوديه او فتشي او يعني ضمن الاسئله اللي بيها تشكيك، يقول لي هاي الاسئله حرام تسالها اصلا، فبطلت اسال هاي الاسئله نهائيا. يعني حتى قمت اخاف اسال هاي الاسئله. بس اني يعني خلال هاي المرحله انا بديت اشك بالاله، انا اشك ويا روحي يعني صراحه اشك، كلش كنت اشك يعني اقول انه وينه شلون ما دا اشوفه ما دا بايك هاي الاسئله هاي طبعا كل الاطفال يسالوها ويا روحهم اغلب الاطفال. وكنت حتى مره سويت تجربه مال، طبعا هاي شويه ضحك السالفه، انه سويت تجربه طبعا انا كنت جدا متدين يعني بدي احكي لك، وسويتها بدون علم اهلي. اخذت قران وحركته، فايش قلت اريد اشوف ايش حيصير، عود مثل نبي ابراهيم، نبي ابراهيم مو حطم الاصنام وما صار شيء، فردت اجرب. فبوقتها ظليت اقعد قدام ابراهيم وامي اشوف روحي انهم سخطت لو بعدني لو، وبعد قلت التوبه ذا اسويها خفت. واو شيء بالفعل تجربة، يعني مثل ما بقول التجربة، وخصوصا تكون متدين يعني تجربة صعبة. طبعا كانت كل صعبة، ما هو سهل انك تحرق القرآن وانت آمن بالقرآن اكيد. طيب هلا لما كنت تتوقف على المراية وتشوف حالك يعني انه صار لي شيء ما صار لي شيء، شو كنت تفكر بوقتها بهاللحظة هاي؟ أنا كنت أفكر إنه أباوع مثلا كان بوقتها بهذا العمر كان يطلع لي حب الشباب، فكنت أباوع على حب الشباب، أقول هاي بدايات السخط، هيك كنت أقول يا روحي هيك كنت أخذها، وما كنت أروح للدكتور والهاي وراها قلت ساعة شيطان وما أدري شنو هاي، ورحت يعني قمت أتوضأ وأصلي 24 ساعة بس روحي بالغرفة يعني بس أصلي على طول. طيب خلينا ناخذ عراكك مع الملحدين والشيعة، شو أيه. كان ينطرح عليك من الملحدين؟ كيف كنت ترد عليهم مثلا؟ هل كان عندك حجة ودليل مثلا خليت شيء ملحد صار مسلم؟ اي الو معك تفضل. رجع صوت بس عيد السؤال، عيد السؤال اذا تسمح. لما كنت تتحاجج الملحدين والشيعة، خلينا بالملحدين اول شيء بعدين ننتقل للشيعة. اوكي. كنت تحاجج الملحدين على أساس أنك مسلم ملتزم بالدين، خلينا نقول سلفي، لما كنت تحاجج الملحدين شو الأدلة اللي كنت تعطيهم على يعني تثبت صحة رأيك أنت كمسلم سلفي؟ يعني هل خليت واحد ملحد مثلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويكمل يعني يدخل الإسلام من جديد؟ أبد، بس للأمانة للأمانة خليت واحد شيعي يصير سني. بس أنا أقول لك يعني بدأت نقاشاتي ويا الملحدين، طبعا أول ملحد صديقي اليوم للأسف يعني هذا الشيء كلش يعني أذاني الخبر، صديقي العزيز والغالي على قلبي اللي هو أول ملحد أعرفه، الأستاذ والصديق طبعا النقيب اللي كان اسمه مساري البصراوي على الفيسبوك، وكل الملحدين هسه يعرفوه من يشوفون الحلقة، لأن هو شخص جدا جدا عزيز على الكل يعني مو بس عليه. اليوم انقتل، مو اليوم، البارحة يعني سمعت الخبر أنه مقتول بالأنبار، هو بحرب ضد داعش. طبعا هو كان يعني أنا أعتبره جندي عملاق إلى درجة يعني بنشر الفكر التنويري وأفكاره جدا حلوة. هذا أول شخص ناقشته، ويأسفني طبعا الخبر أنه البارحة اللي سمعته أنه قتل.
بعدها ناقشت كم شخص، شفت انه الترقيع مالتي ما يشتغل صراحه، لانه احنا ترى دا نرقع كنا للدين، يعني احنا نالف من عندنا ونبتكر تفسيرات غريبه للايات مالتنا القرانيه وندخلها بمجال العلم وبمجال الطب وبمجال كل شيء. وهي ايه مثلا، اذا ايه تقول ان اعطيناك الكوثر فصلي الى ربك وانحر، احنا نسويها الايه بها مجال علمي، ندخلها وندخلها بهوايه امور، يعني كنا ساذجين بين قوسين. هاي بالنسبه للملحدين. طبعا بالنسبه قبل ما تكمل مع الشيعه، انا بدي بصراحه يعني اعزي اهل النقيب البطل مساري البصراوي. بصراحه يعني هو رجل شجاع بكل معنى الكلمه، يعني هي هذا اكبر رد على اللي بيقولوا انه اللي يدافع عن وطنه لازم يكون من مبدأ ديني ولا من مبدأ موعود. لا مستحيل، لا نهائيا، هذا الشيء غلط. صدقوني، حتى انا اتصلوا فيني اصدقاء ملحدين موجودين ضمن الفصائل اللي قاومت النظام عنا بسوريا مثلا، صح، واللي موجودين اللي عم بيقاوموا داعش بالعراق ولا بسوريا من فصائل اسلاميه ذاتها، ولكن لا يعلنون لانه هن واجبهم يقاتلوا هالارهاب هذا، ان كان ارهاب النظام ولا ان كان ارهاب الاسلامي ولا ان كان كل هالارهاب هذا، هن واجبهم يقاتلوا، ولكن يعني الممولين غير السعوديه من الاتراك وهدول الاخوان المسلمين يعني للاسف الشديد. فلذلك بتلاقي كثير اغلب الموجودين كثير ملحدين ضمن هالفصائل هاي، وللاسف الشديد ما بقدروا بيعلنوا عن انتمائهم، يعني بسبب التمويل. خلينا نقول فعلا هذا الشيء. تفضل اخي ياسر، اسف للمقاطعه يعني. وهي رساله طبعا انا وهم الرساله اللي قالها مساري قبل لا يموت او يرحل لهذا البطل طبعا العملاق. طبعا هو ما مات، هو انولد من جده وجديد بقلوبنا كلياتنا، اكيد هم الاموات، لان هم الجهل اللي عايشين بالجهل وبالعصور القديمه هم الاموات ودي يمشون، يعني كلهم حتى اذا تباعهم لابسين اقفانهم واكو قسم ويقاتلون ويقونهم وشكالهم جيب القرف. المهم مساري كانت رسالته الاخيره قال انه اني راح اتخلص من داعش السني، زين، كمقاتل، وراح اقاتل داعش السني، وبعدها راح ابدي اقاتل بالفكر داعش الشيعي اللي هو الميليشيات الشيعيه. صحيح، لان هذا الشيء صراحه. وقال انه انا دا اقاتل ودا احمي المسلمين من المسلمين، زين، دا احمي المسلمين من المسلمين من خلال انه هو لا يريد عنده مبدا مجرد، زين، ومبدأ مت جدا نبيل وجدا راقي، وهو عنده يعني ما عنده، تعرف انه ما عنده دين، بس لديه قاتل من اجل اجر ولا من اجل ثواب ولا من اجل اي شيء. ف هو كان يدافع عن وطنه فقط. صح، فعلا هذا الشيء. المهم بعدها تحولت، يعني نتحول للشيعة، شلون كنت اناقشهم. تفضل. الشيعة كنت تناقشهم خلال يعني شغلات ساذجة نقدر نقول كنت تناقشهم واتينا بيها، انه اطلع من كتبهم ونقاشات هواية يعني طويلة، كلش طويلة، يعني اذا قد احكي حكي فارغ ما حيفيد بشي، لان اذا احكي لك حتضحك علي ايش قد كنت متخلف انا صراحة. لا ما نضحك عليك صراحة، نحن هون ما نضحك على بعض يا ياسر. لا هو الصراحة، بس صراحة يا ياسر، نحن المقصود بالحكي انه نشوف التجربة، نشوف اصدقائنا او يعني اخوتنا واهالينا اللي هن مسلمين وبيجوا وبيشتمونا وبيسبونا وما عندهم غير الشتائم والسب، حتى نفهم. انا شلت منهم، انا شلت منهم مرحلة من السذاجة هن. تفضل. انا شلت منهم الصراحة. شوف الصراحة أنه أنا كنت يعني حتى من أطلع على تاريخي، أطلع على مناقشاتي قبل، أضحك على روحي هواي هواي، أضحك على روحي يعني من طبعا قبل ما كان أكو بالفترة الزمنية اللي أنا كنت بيها سني، ما كان أكو فيسبوك، ما كان أكو إلى آخره، كنا أكو بس الياهو ماسنجر ودردشة نطب بروم وهاي السوالف مال ممكن نتعرف. ف
هو كنا نطب بروم يعني غرفه مال اسمها عرب شات اتذكر. شات اي نطب بيها ونقعد نتناقش مناقشات ساذجه الى درجه. يعني كنت اجيب ادله الف من يمي هماتين اضيف، يعني هو الدليل انا عندي بس الف من عندي اضيف بعد، هواي شغلات اضيف من عندي. و يعني من خلال هاي التجربه يعني ايش اقول لك، انه انا قدرت اخلي واحد شيعي اللي هم يسموهم رافضه ويسموهم اولاد المتعه، ما العلم هم سنهم اولاد مسيار، يعني المسيار والمتعه هو نفس الشيء ترى الملاحظه زين. بالضبط. فكنا انه اني ومجموعه وياي من اصدقائي اللي هم هم اخوه السلفيه مثل نعود، فكنا من خلال هذا الشيء كنا نطب على هاي، فقدرنا انه واحد نخلينا حصره خليناه يستشيع وبدا ينضم انه ويجينا للجامع وللكذا. كنا نروح اكو جامع الحدث اتذكره بالاعظميه مدينة العراق العظمية، كان الجامع معروف طبعا هو مشهور، هو جامع أبو حنيفة النعمان. كنا نروح بيه، كان أكو شيوخ يجون يعني يخطبون بينا وكذا وهاي الأمور. طيب يعني احكي لنا قصة تشيعك، ليش تشيع؟ شو الأسباب اللي أقنعتك بالتشيع؟ طبعا من خلال انه دا اقرا كتب السنه حتى اقوي نفسي زين. طبعا هاي هنا انا كنت في هاي الفتره كنت ويا عمي ويا عمومتي، طبعا والدتي هي شيعيه وابويا شيعي وابويا سيد هم يعني، بس عمي راح للسعوديه وجاب الفكر الوهابي وياه واجى من السعوديه ونشره، بس انا ما كنت هنا ويا اهلي. فوراها من رحت على ابويا، ابويا ايش قال لي؟ ابويا شافني بهيج فكر وقمت اكفره وكذا وهاي، فابويا ايش قال لي؟ ابويا طبعا رجال جدا علماني ومحترم، صح متدين بس رجال جدا جدا محترم، هو توفى. والدي قال لي روح اقرا، قال لي انا ما اقول لك شيء، روح اقرا الكتب نفسها اللي انت منها. قلت له اوكي. بديت اقرا يعني كتب لابن تيمية كذا وهاي، فهم بديت يعني أني مو بس أشك، يعني أصفن ويا روحي أقول إحنا مجموعة زومبي مو بشر، يعني جديات مجموعة زومبي. زومبي طبعا هو اللي يسموه دراكولا أو هيك شيء، مصاص الدماء. مصاص الدماء عافية. فهو كنت أنا أشوف روحنا مصاصين دماء وده نمشي، يعني إنه اكو فقره طبعا موجوده عند ابن تيميه يقول لك انه يجوز، طبعا ذاك اليوم طلع الازهر هماتين ينتقدوها بالازهر، يدرس هذا الشيء جامع الازهر اللي هو بمصر، انه يقول يجوز طبخ تارك الصلاه واكل لحمه. انا يعني ما اعرف، يعني اكو سوالف هواي غريبه يعني. هن بشوفوا انه تارك السلام ما منه فائده، فالفائده الوحيده اللي بشوفوه انه يطبخوه ياكلوه يعني ينفع المسلمين، فما في فعلا هذا الشيء. اي فهي هاي السالفه اللي صارت. انه ناقشت قلت لك الشيعه وخليت اكو واحد قلت لك انه يستشيع من خلال ال شو اسمه، انه من خلال كتب نفسها هي مال الشيعه اللي بيها هم مصايب سوداء، يعني المصايب السوداء مو موجوده بس ضمن الكتب السنيه، موجوده ضمن الشيعه وضمن السنيه المذاهب السنيه. يعني كل الكتب هي بيها مصاصين دماء من نوع اخر. يعني سواء سنه او شيعه كذلك الاديان البقيه، يعني ما يعني طلعت على اديان هوايه، بعدين نطبب هذا الحديث اكيد انه أكيد أراويك أكيد. يعني الأديان البقية هم بيها ترى مصاصين دماء. بس خلي الميكروفون جنب ثمك عشان الصوت. أوكي صح آسف. أي المهم أنا بديت أقرأ هاي الكتب وبديت أناقش والدي. والدي طبعا رجال مو متعصب ومتطرف، بس مجرد يقول لي اقرأ قرآن واقرأ الكتب ذني وشوف. مع العلم والدي يعني قبل لا يتوفى قبل لا يرحل بالانتخابات الأخيرة انتخب شخص
طبعا هو معروف ملحد بس يلبس عمامة، اللي هو آيات جمال الدين، كنا نعرفه ملحد. هو انتخبه والدي ويعرف بيه ملحد، وانتخبه بالانتخابات الأخيرة هاي احكي لك، اللي لحق عليها والدي بالعراق عندنا. ف المشكلة انه انا من كنت اقرا يعني كنت اشوف هواية شغلات يعني الحادثة، بس ما دا اتذكرها يعني هواية هواية امور، انه امور كانت يعني دا اشوف عباك فيلم رعب مو كتب دا اقرا يعني، حتى تعجبت من قرايتها. فورا ما قرأتها وهاي دخلت بالمذهب الشيعي، من خلال دخول المذهب الشيعي كان عندي أحد الأصدقاء وياي اللي هو شو اسمه كمال الحيدر، اللي هو بمدينة الكاظمية، رجل دين معمم. طبعا هو هسه اتجه للمجال العلماني رغم عمامته، بس متجه للاتجاه العلماني. هو هذا اللي قنعني بالاستشياع أكثر شيء هماتي أنا بذاك الوقت. طيب شو الشغلات الرئيسية مثلا، الشيء الرئيسي اللي خلينا بالفكر الشيعي أقنعك يعني إنه أفضل من السني مثلا؟ حلو، خذ سؤال. صراحة المذهب الشيعي تباوع يعني ما ملتزمين بالدين، وعندهم الشرب عادي يشربون، وعندهم يعني شغلات تقدر تقول انه اني كنت احبها عن نفسي، اللي هي الحسينيات. اني احبها طبعا. الملاحظه بضحكك في شغله، لحد هسه اسمع الحسينيات من اسكر من اشرب، اسمع الحسينيات اللي اعتبرها اغاني يعني حماسيه، حتى من اتدرب مرات اسمع. لا بس هو قلت لك يعني اجواءهم هم انا كنت احبها يعني، انا كنت منطلق يعني فتره مراهقه وطايش ويا الاجواء، فأبوع المواكب والطبخ والتمن والقيمة وهذني الأمور الطقوس هاي اللي عجبتك يعني، ما في شيء مقنع بشيء مثلا، شيء اقتنعت فيه مخالف مثلا للسنة الأشياء هيك يعني، بس هي الطقوس والجمعات وهي هو التجمعات. بس الطقوس والتجمعات عندهم يعني كلش حلوة، يعني إنه حلوة من يا ناحية إنه تقعد تسهر بالطبخ، انا وجماعتي كنا نجيب النرجيله نقعد نشرب نرجيله يعني هاي المواكب، بعير وما ادري شنو، بعران يمشن بالشارع يقوم تنسد الشوارع كلها، والعالم تموت من الجوع، لا اكل لا شرب. المهم دي يستعرضون، اذا رجعونا للقرون القبل يعني بزمن الاسلام يرجعونا للبدايه. زين، طيب والفقره الاخ اوكي خلينا نخلص من المرحلة هاي وندخل مرحلة الشك بالدين عموما، يعني كان شيعة سنة كل شيء، واتجاهك للإلحاد، كيف بدأت معك المرحلة هاي؟ بدأت المرحلة وياي. طبعا هنا أنا راح أوضح لك هواية أمور، نقاط هاي أدي هواية بيها. النقطة الأولى أنه بديت أشك بالإسلام من قاعد ويا روحي. هنا أنا طبعا هحكي لك فلسفيا وبعدين أدخل لك علميا، لأني طبيت مرحلتين. آسف طبعا السماعة بعيدة علي. طبيت بمرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي المرحلة بديت انه افكر فلسفيا يعني، بس مجرد فلسفيا يعني، بس هيك افتراضيات، وراها بديت انه انبش علميا بالامور من خلال تقارير اشوف واقرا كتب. طبعا الكتب انا مو هالقد وياها اقرا يعني هوايه كتب، انا الكتاب يمكن اشتري اقرا ثلاث ارباعه والباقي اذبه، ومرات اكون نص كتاب واذبه، لان ما لي خلق اقرا يعني هوايه. هاي بالبدايه دا احكي لك، بس بعدين لا قمت اقدر اقرا لانه انجبرت انه من خلال دراستي وهاي هواية قراءة عندنا، فحبيت القراءة، بس بداية كنت ما احب اقرا. المهم من بديت اول خطوة بديت افكر بيها، قلت انه الله خلق كل هاي الملائكة الموجودة يحصر الشغلة يم نبي واحد. طبعا عدد الملائكة حسب ما يقول القرآن ضعف ضعف عدد البشرية باضعاف الاضعاف. زين، ف ليش ما رب العالمين بدل ما خلق هاي الملائكه وهيك اسراف، يجي كل ملك يابا يقول لنا يابا ترى الله موجود وحبوه عبدوه خافوا من عنده، ترى هو جزار ويذبحكم ويقصبكم هناك بالاخره. فالمساله انه
أني هنا أنا بديت أشك، أقول ليش نزل الملك واحد هو جبريل على محمد، وفلان ملك على فلان نبي، وحصارها للنبوة يوم هذا، وراها سد باب التعيينات. خوف هسه موجودين الملائكة، ملك من الملائكة بدل ما هو انفيزبل كل هذا الوقت ما يبين، ها بس شوية يفتح يسوي اونلاين هذا الملك ويجي يشاورني، هذا ترى الله موجود وكذا، فاه اقول له صدقت عاشت ايدك يا بروح حابدي. هاي طبعا ايش بدنا نحكي من ناحية فكاهية نفكر، بس اذا نحكي من ناحية العلمية، انه اني طبعا من خلال القرآن اللي احافظه، انه حسب ما تدري انه يقول السماء رفعناها بدون اعمدة وضعنا الميزان، عباك هو ترى القرآن صراحة هو مجرد كلام شعري وما بواقعية زين. فمن خلال هاي انه يقول لك انه بسبع ايام كمل الكون كله، وزين لنا السماء بالش اسمه بالنجوم زيناها مصابيع اي بالضبط، والمصابيع جعل رجوم للشياطين يعني عشان ما يتصنطوا عليه الجسد، ما يتصنطون اي ما يتجسسون. المهم فمن خلال هاي انا دا ادري انه علميا انه كل كوكب دا يصير خلال مليارات السنين، خلال ملايين السنين، خلال الاف السنين، كل كوكب دا يصير يعني دا يتكون زين. وهم يقولوا لي بسبع ايام هي تسوى لها رش عباك بذور وقعد سوى لها هيك وقال يلا صير يا كون. هو ما ياسر ياسر تعرف هي يعني يعني بيناقضوا نفسهم بنفسهم يعني يعني الله ما أكيد. اذا الله هو صاحب الكون فيكون يعني خلص قال له كون فلازم يكون يعني يقول للكون كون فيكون يعني هذا المفروض. ليش يعذب حاله 6 ايام عم بيشتغل الزلمه؟ ما بتعرف العده تبعته شو هي يعني شايل عده العماره وعم بعمر اشياء ولا عم فجر بضرب اشياء ببعضها 6 ايام يا رجل؟ لا تعوالك. والمشكله ما بنعرف اذا مثلا بهالست ايام هي كان ينام بالليل ولا شغال 24 ساعه يعني هو لا تاخذ سنه نوم ولا ابد، كل شيء ما تاخذ معناتها 6 ايام بلياليها عم بيشتغل. وهاي الغيوم حقه يرتاح اي وهاي الغيوم اللي تشوفها هسه حاليا، هاي الغيوم عباره عن شنو؟ عباره عن النرجيله مال الله، هو كان نرجله يعني ما ادري يحكون ويا عقول يعني، ما احب استهزئ بيهم الصراحه، بس هم يجبروك تستهزئ بيهم يعني، كل كلامهم استهزاء باستهزاء، وما ادري شو انه هم مصرين عليه. على كل المرحله الثانيه اللي طبيت بها اني من خلال شكي وبحثي وتنبيش مواتي، انه بديت قرأت كتاب اللي هو كان اسم الكتاب شنو بالله بوقتها خل اتذكر، مبادئ فيزياء ميكانيك الكم، بس نسيت المؤلف مالته. قرأته هذا يحكي لك بشكل فلسفي عن الفيزياء ميكانيك الكم. هنا أنا العلم كله يتناقض ويا الدين، وما يحتاج اشرح، الكل يعرفون هذا الشيء، ما يحتاج يعني ارد اكرر، لان هاي اسطوانه مشخوطه، اذا نرد نكرر ما نريد نجيب كلام مكرر، احنا همات يعني نحاول نبتعد عن هذا الشيء. الشغله الثانيه انه من خلال النقطه، من خلال هماتين البحث صفنت ويا روحي، انا قلت انه لافترض افتراض مثلا انه اني على سبيل المثال اني الله زين، وانت حضرتك زين من دون الكل، اجيت نطيتك باكيت الماليبورو وهذا الاحمر اوكي نطيته لك من دون كل العالم زين، وقلت لك انت اللي عندك الباكيت مال ماليبورو الاحمر هذا، ها راح اخذك مثلا وياي بسهره عازمك، والبقيه اللي وياك المجموعه اللي وياك بالغرفه اعوفهم. هاي هنا انا منصف من اجيتك، انا اعطيتك الباكيت مال جيجاير هذا الاحمر، وقلت لك انا هنا انا صرت شنو؟ صرت واحد يعني شلون اقول لك، واحد جدا حقير، اي ظالم وحقير. هذا شغله. الشغله الثانيه شنو هي؟ الشغله الثانيه انه انا صراحه انا اتعجب انه اكو ذاك العصر، بعصر يعني هاي هنا أنا من خلال بحثي بوقتها والافكار اللي جت براسي، قلت بذاك الوقت تعرف بذاك الوقت كان عدد الكفار اكثر من المؤمنين باضعاف الاضعاف، مو صحيح؟ ما يعلم المعجزات تصير قدامهم زين، هم معقوله انه معجزات ناس تصير قدامهم
وما يؤمنون بيها، واني اللي تتناقل لي المعجزات ما ادري من ايش قد وما شفتها بعيني ولا بس مجرد سمعت عنها، والتاريخ ترى معروف، حتى نابليون بونابارت يقولها التاريخ هو مجموعة أكاذيب متفق عليها. ف المسألة وين المسألة؟ المسألة أنه أنا أصفن وين روحي أقول زين ذولاك هم اللي شافوا بعينهم المعجزات، وحتى لو شفت المعجزات هسا أنا أكو فد مسألة أنه أكو هواية علماء ملحدين دي يصنعون المعجزات هسه بهذا عصرنا الحديث، وهذا العصر مالتنا الحديث هسه أجيال بعدنا حيضحكون علينا طبعا يقولون ذولا قد متخلفين كانوا، يعني عندهم موبايل آيفون وإنترنت متأكد بهذا الشيء، لأن العلم يتطور. ف هسه اكو علماء دي يصنعون معجزات، يعني ذولا هم آلهة انا اقدر اجي واجي اعبدهم، ذولا العلماء هم ماتين اذا صنعوا معجزات. هي حتى المعجزات بحد ذاتها هي مجرد، حتى لو نقول فعلا حثت المعجزات، المعجزات بحد ذاتها هي مجرد مساله طبيعيه، يعني احتمال انه خلل صار بالكون او بالهاي وصارت المعجزه مو فشي. يعني مثلا توسانمي اللي صار، هم اقول لك هاي معجزه انه توسانمي مثلا اطلع لك فيلم هندي من عندي، يعني فيلم هندي يعني كذبه من عندي، اقول لك انه سبوا ملحد هناك وصار الاعصار عليهم. هاي المساله جدا سخيفه. وكذلك انه اني النقطه اللخي لافترض انه الله خلق هاي الاكوان كليتها وبهالاصراف وبهالمدري شنو، وهاي الكواكب كلها ما لها لازمه، يعني اجى بس عاف الكواكب كلها واجى على يمن، اجى على كوكب الارض هذا اللي من مجره واحده، مجره درب هاي المجره الوحيده، مجره درب التبانه، عاف كل المجرات، اختار بس من هاي المجره كوكب الارض وقعد، اختار من عندها شخص هو خلقه وبعدين يقعد هو يصلي له محمد. هم يترجموها انه الصلاه هي المحبه، لا الصلاه انا اعرف تفسير القران، الصلاه تعني الصلاه حتى لو المحبة، يعني رب العالمين يقعد ما عنده شغل عمل ها بس يحب محمد، ما تعني محبة اي، يعني يقعد بس يحب محمد، خب خلي يتزوجون ويخلصونه من هاي العلاقة الا شرعية اذا هيك يحب محمد. هاي شغلة، شغلة الاخي انه اني لأفترض انه اني مثلا على سبيل المثال اني يعني شلون اقول لك، انا هسه مثلا مسلم، ولدت مسلم زين، شنو ذنبه اللي بغير قاره او بغير دوله من ولد حسب بقعه جغرافيه ما يعرف شيء عن الاديان وعن الهايه السماويه، من ولد هندوسي يعبد بقره يعبد كلب يعبد اي شيء كان سواء، هذا شنو ذنبه رب العالمين يجي يعذبه بعدين؟ شغله الاخ ابن الزنا ليش ما يدخل الجنه؟ عوفني من هاي، يقولون ماكو هذا الحكي وماكو هذا الحديث، مع العلم الحديث قوي جدا وصحيح وموجود باكثر من، يعني بصحيح البخاري وصحيح ابن مسلم انذكر هذا الحديث، وانذكر هماتينا عن نسيت سوري ما اريد الف من عندي، انا اقدر اعطيك مصدر من عندي بس ما اريد الف، المهم نسيت سوري. فشغله الاخ انه ابن الزنا اذا ما يدخل الجنه هو شنو ذنبه؟ هو هاي غلط امه وابوه. ثاني شيء انا اتعجب انه هو الزنا شلون يعتبروه؟ الزنا ترى هو مساله طبيعيه، يعني انه يشوفوه زنا، هو الزنا اذا باسم الدين هو هم الزنا، يعني هذا من انت من عفوا من تروح على واحده بياعت هوا اوكي؟ حتروح عليها تدفع لها فلوس حتى تاخذها. هذول هم الزواج مالتهم الرسمي يدفع لها فلوس وياخذها، لكن الزواج المدني هو اكثر انصاف صراحه، اكثر انصاف، لانه شنو ماكو انه المراه هي اللي تعطيها فلوس وتاخذها كعاهره وش اسمه، وبالمقابل مو بس عاهره لا يهينوها، كل هاي يجي يقول لك هي المراه جوهره اعزها الاسلام ما ادري شنو كذا كذا، عبده يشتريها شرب فلوسه يعني المهر يشتريها وتقعد تطبخ وذليلة تزوجها ويطيحون حفحفها وطبخ وتنظيف وتربية أطفال وما تدرس ما تطلع ما تطب ما أدري شنو تنكتل. حتى أكو آية تقول واضربوهم في المضاجع، يعني هنا أنا أتخيل عباك فيلم سوري فيلم مال إكس إن إكس إكس، يعني هيك تراخ تراخ يضرب بيها، يعني هاي مسألة جدا سخيفة وساذجة. طيب انا بدي اكون سؤال، بما انه حكينا عن المراه ياسر،
أي. أنت عايش بألمانيا حاليا، كيف تقارن المرأة خلينا نقول العراقية، يعني هي العراقية بتمثل كل المرأة المسلمة عموما، يعني بين المرأة الألمانية الأوروبية، كيف بتقارنهم؟ يعني شو الفوارق خلينا نقول، إذا الفوارق هاي بتأثر على تربية الأطفال مثلا، على النشأة، على تخريج هالأجيال هاي من الفهمانين عنا والفهمانين عندهم يعني. عفوا، انت تقصد انه تتقارن بان تعرف شنو، بان شخص دا يمشي على رجله دا يروح المدينه زين، او دا يسافر على رجله مشيا على الاقدام، وبين شخص طار بالطياره ودا يسافر لهاي الدوله وتقول ياهو حيوصل اسرع. يعني مساله انت سوري انه تتقارن لي بين مرأة هنا، المرأة يعني من يعني المديرة مالتي حاليا هي مرأة، المرأة هنا فوق ال شو أقول لك، فوق ال يعني فوق الوصف، إنه هي هنا حتى أكو يعني نساء هنا، هم النساء هم اللي دي يطورون ألمانيا هنا وليس الرجال. الرجال ما دي يساهمون بقد المرأة هنا بألمانيا، والمرأة بالعراق عديمة الفائدة. راويني مرأة بالجيش هناك بالعراق، ماكو مرأة بالجيش. ليش؟ لأن هي عورة وما شنو، حتى لو موجودة بالجيش حتلبس حجاب، وشنو يخلوها بوحدات خاصة بس نسائية زين، يخلوها سواء على التفتيش النسائي أو هيجي بالسيطرات بالعراق ويلبسوهن الشرطة، هاي كل المسألة. بس المرأة هنا بألمانيا هي تدخل بالجيش، تدخل كوزيرة، تدخل ككل شيء. عندنا بالعراق ما شفت، يعني احنا شفنا بالعراق، لا والله شفنا عراقيات مسؤولات، بس العراقيات المسؤولات هن جايبيهم من جهل طول عمرهن، ولابسات العباية وقاعدات بالبرلمان، عباك دلالات ام جيمر، تتبيع جيمر جاية وتتعارك بالبرلمان وتقعد الصياح مالتها قرج مرج يسموها مدري شنو. فهي المسألة انه ماكو مقارنة ابد بين المرأة الألمانية والمرأة العراقية، لأنه إذا نجي نريد نقارن ولو بنسبة 1% بين المرأة العراقية والمرأة الألمانية، طبعا المرأة العراقية أنا مدى أستهين بيها، هي عملاقة وجدا عظيمة، بس المشكلة أنه المجتمع مضطهدها، المجتمع الديني. باوي حس نساء كردستان مثلا، كردستان هي هم دولة دينية وهم دولة متخلفة، بس شوية ها بها حريات نقدر نقول شوية ها زين. شوفوا المرأة بكردستان سوت، ساهمت، تطورت. لبنان، لبنان الدولة العربية طبعا الوحيدة اللي شوية ها بها انفتاح، مو صحيح؟ ها هي الدولة العربية الطائفية بامتياز بصراحة لبنان، يعني أنت لو رايح طبعا لبنان اكيد. زرت لبنان 3 4 مرات. ترى للملاحظة، الملاحظة اسمي الأصلي، أنا اسمي الأصلي الأصلي قبل اللي يبدلوا، لأن بالعراق عيب اسمي، اسمي الأصلي هو شادي القدسي، والأصولي أصولي لبنانية يعني. على عيني على عيني على عيني يا سر، ما في اي مشكلة. بس لبنان، بس لبنان انا بدي احكي لك، بس لبنان فكرة لبنان إنه لبنان فيها صحافة وكله طائفية، يعني هذا للشيعة بالضبط. وهذا للسنة وهذا اي للمسيحية بس وهذا للدروز بس خلينا صراحة، نحكي، يعني بس خلينا نحكي الصراحة، بس لبنان يهتمون بالفن، يعني لا ننكر هذا الشيء، الفن عندهم هسه بلبنان صار زي ما العلم، هو الفن ترى ما يفيدنا بشيء نهائيا، يعني اذا الفن موجود واحنا متخلفين شو نسوي بالفن بعد؟ انا طبعا بدي احكي لك من ناحيتي كفنان زين، بس لبنان قدرت ها دا اقول لك يعني هيك ها، يعني شو اقول لك، يعني شيء قليل انه قدرت تصير عندها يعني حريات بها انفتاح بها كذا. فلبنان رغم انه هي مساحتها صغيرة ورغم بها عدة طوائف، بس بتحرر المرأة دي يقدرون يوصلون بمستوى من العمارة، انا دا احكي لك من ناحية العمارة دا اقارن زين، من ناحية العمارة قدروا هاي يتطورون. كذلك عندك دبي، بما انه المرأة عندها حريات، صح محجبيها بس عندها حريات، لها حق الدراسة، لها حق شو اسمه يعني ها دي يبنون. بس بالنهاية أنا ما دا أقول لك هاي الدول، ها هاي الدول يعني
زينة. لا هاي الدول أصلا رب الاضطهاد ورب شو اسمه يعني، بس أرحم يعني، شيء أرحم عن شيء. فيها اضطهاد للمرأة مو طبيعي، سواء دبي أو سواء لبنان أو كل الدول العربية هي بالإطلاق، لأنه إسلامية زين ودينية بالأحرى. ما علي أنا ما أريد ليش من هذا هون في عندي كلمتين بس هيك، وهو عادي موضوعنا يعني، ما بدنا يعني. عادي هي وجهة نظر. قلت لبنان فيه فن، هو الفن الموجود فن هابط يعني، شو قدم الفن؟ الفن هو اصلا مرات شعوب يعني، يعني صحيح الله مثلا تطلع لك هاي، شو كان اسمها هاي المطربة المشهورة؟ هيفاء وهبي، هيفاء وهبي لا لا لا، من الجنس القديمة دول بصراحة ما بتذكر اسمها، عم بتدافع عن اضطهاد المرأة، المرأة لازم ما تكون، ما تاخذ، نجوى كرم، نجوى كرم، نجوى نجوى كرم، كرم بالضبط، المرأة لازم ما تكون متساوية مع الرجل. شو هالفنانة اللي الفنان هو لازم يكون مثقف في البلد يعني، هو قلت لك مو بسبب، بسبب الفن هيك فكرة، شو الفن اللي تتوقع منه أصلا يعني، فن هابط صحيح. الانفتاح هذا بسبب يعني شوي رعاية فرنسية، كانت آثار الرعاية الفرنسية موجود حاليا يعني، هذا انفتاح طبعا بس ضروري لبلاد يعني لا يمت بس الفهم بشيء يعني، للأسف الشديد. بس انا بس انا بس طبعا اكيد هذا الشيء انا وياك كليا 100%، بس انا دا اقارن لك بين هذين الدولتين وبين السعوديه، اللي هي السعوديه المراه ما لها وجود، حتى بدو انه صورتها بالهويه بدو يخلوها خمار بالهويه الشخصيه. يعني نهو شيء اسمه مراه بالسعوديه بين قوسين، ايران كذلك، ايران هماتين كدوله اسلاميه شيء، حتى نصف الطائفين زين، السعوديه وايران صحيح. زين اثنيناتهم نهوا دور المراه نهائيا. بس ايران للعلم ترى دوله، للامانه خلينا نعترف ايران دوله متطوره ترى. يا سيدي التطور هذا تطور مثل ما بقولوا، لا هذا يرجع الفخر لمن؟ الزمن الشاه، وزمن الشاه هو كان يحكمه اللي يسموهم مجاهدي خلق، الخلقيين طبعا باللغة الفارسية، حسب اللغة الفارسية ومصطلحها انه يجي هذا المصطلح، انه هذول الناس المجاهدي خلق هم ناس لا يعترفون بالله، لا يعترفون بكذا، لا يعترفون بشيء، وكذلك انه هم مو ملحدين، عندهم الديانة اللي يسموها اعتقد الفرسية، حسب ما حكى لي طبعا صديقي ايراني، لان انا اعرف الفارسي وكنت اروح لايران قبل، فحكى لي صديقي الايراني قال لي انه الديانه الفرسيه كانوا يتبعون، وعندهم انه عادي، انه شلون يعني اللي قال ياها حجه يعني، انه هذول مو خوش ناس، انه الاخ ينام ويا اخته وكذا، هاي وما ادري شنو وهاي المسائل. فهذول الناس هم اللي طوروا ايران يعني، لحد هسه الاعمار الموجود بايران هو كله بزمن الشاه، المعامل، المصانع، كل هاي السوالف هي من زمن الشاه، وحتى الايرانيين يعرفون هذا الشيء. ف اي طيب، خلينا نروح لسؤال تاني. يعني اكيد انت وصلت لمرحلة الإلحاد واقتنعت انه صرت ملحد، فكرت شيء انه تعتنق ديانة تانية يعني مسيحية؟ مسيحيين كتار عنكم بالعراق صحيح. في يوم والله والله ما اكذب عليك، طبعا والله هاي نقولها دائما، والله ولا ان شاء يهمك. الله هاي طبعا، بس اريد اقول ملاحظه، يعني اكو ناس يلزموها علينا حجه نحن كملحدين، يقولون انه انتم ملحدين ليش تقولون والله؟ ترى هاي ضمن اللهجه، صارت ضمن اللغه مالتنا يعني، ماذا نقدر انه نتخلص منها؟ اسفين طبعا كلش، لو نقدر نتخلص من عندها، بس احنا بدنا نحاول انه نستبدل والله بالديناصور العظيم او هيك شيء، حتى هم يرتاحون يخلصون من عندنا، يجوزون من عندنا ومن سوالفهم. الشغله شنو؟ شغله انه انا حاولت انه صراحه فكرت بهذا الشيء، ولا احد يضحك عليه، انه اعتنق الديانه المسيحيه. ليش؟ لان الديانه المسيحيه ديانه بيها ابديتات، تنزل ابديت كل فتره، ينزل ابديت تحديث لها كل عصر، كل هاي كل عهد ينزل له تحديث وابديت. يعني كان عندنا العهد القديم مثل ما شفت، العهد القديم بمجازر وكذا، هاي صار العهد الحديث، و هي عهود، هي فينزلون تحديثات للديانة المسيحية. فالديانة المسيحية أنا أعتقد هي
أصح خرافة. ليش؟ سوري طبعا، هي أصح خرافة. ليش؟ لأنه هاي الخرافة الوحيدة اللي قابلة للتطور، قابلة للتحديث، ويحدثوها بما يناسبهم، يعني الشيء اللي يناسبهم يحدثوه، فهي الخرافة الأصح للمجتمعات طبعا وللبيئة، يعني صحية للبيئة، تكون صديقة البيئة هاي الديانة. طيب، كان معنا اتصال من الأخ ليبي ألماني. يعني أنا بصراحة ليبي ألماني، ما عرفت كيف ليبي ألماني. أنا راح أرجع أتصل فيه. سوري الصوت راح. آسف آسف. حاولت تجهر بإلحادك شيء قدام عيلتك ناسك؟ الصراحة أنا قدام أهلي كلهم أول ما صرت ملحد رأسا جهرت بالإلحاد مالتي. يعني أول واحدة درت هي والدتي. والدتي ما راضي علي لحد هسه، لحد هاي اللحظة تقول لي إنه هذا الشيء غلط، مع العلم أعطيتها أدلة وأعطيتها كل شيء وهي مصرة على موقفها. والدتي وتحياتي إلها طبعا، أنا كلش أحبها وكلش أعتز بيها. هي قالت لي إنه أنت حر اللي تريد تسويه، بس شنو ما عليك فيه، انا لي ديني الخاص وانت لك حريتك. وبس والدي ما لحقت انه يشهر قدامي بالحادي. اخوي الاكبر من عندي هماتين دره، بس اخوي يعني ظل بعداء وياي مستمر لحد هاي اللحظه، هو بعداء وياي، يعني ما يحبني هالقد ولا يطيقني ولا يحب يحكي وياي همينه. عندي يعني من خلال يعني أهلي وأصدقائي هم دروا، قلت لك أصدقائي دروا وقرايبي كلها درت، بس أنا عشيرتي اللي هي القدسي تبرت من عندي، و أو الأحرى هدرت دمي، يعني قالوا هدرت دمنا لأن شنو إحنا سادة عود وكذا، فهدرت دمي. فأنا لهذا السبب إنه طلعت من العراق ولهذا السبب انه اسمي على الفيسبوك مو ياسر القدسي، اسمي ياسر لا شيء وليس ياسر القدسي. سوري اسف حيوقع التليفون. زين يهمك يعني. فاسمي ياسر لا شيء، هو ياسر لا شيء، هم على بالهم انه ياسر لا شيء يعني مجرد انه شيء لا اهميه له او شيء يعني دا استحقر من نفسي او كذا. هو ياسر لا شيء يعني اللقب، اللقب اني لا شيء. هو لا لا هو لا شيء يعني، لا يعني هو الافضل بصراحه، يعني انه بكفي اسمك ياسر وانتهى الامر. يعني انا بكفي، اي ما هو شرط يكون والله العيله والميله وهالعالم. لان انا اتعجب، يعني انت بتمثل شخصك. انا اتعجب على اللي يفتخرون بانجازات غيرهم او بعشيرتهم اللي ما قدمت شيء، حتى لو قدمت شيء. يعني مثلا يجيك اكو عراقيين عندنا هواي هسه في هذه الفتره، فلان العراقي، فلان الكردي، فلان السومري، فلان المدري شنو، يخلي لك القاب يعني كنيه من 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 على على اسم بلده. زين، فهي المساله وين؟ المساله هل اني افخر بشيء ما اختاريته؟ يعني هسه اني على سبيل المثال ما اختارت انه اكون مؤمن، ما اختارت انه اكون اسمي شادي وبعدين يتغير يصير ياسر. زين، اسمي الاصلي هو شادي بس تغير مجبور، لان بالعراق كلمه شادي يتخذوها عندنا بالعراق انه هي قرد اسم شادي. الصوت راح، اسف. طيب، معنا اتصال من جانو. تفضل جانو. تحياتي لحبيبي جان وللاخ ياسر القدسي. ولا يهمك ياسر، نحن اخوانك، نحن اهلك. هذا اول شيء. ثاني شيء، السؤال لكل المتدينين، ما الذي يستفيد الله المعزوم باحراق البشر؟ هذا هو سؤالي، واتمنى لكم الموفقيه. شو السؤال جانو؟ شو السؤال؟ بس بعد اذنك، انا اسف ما كنت عم بقرا. سؤالي هو ما الذي يستفيد الله المعزوم بشر في جهنم؟ شو راح يستفيد اذا كان بده
طيب شكرا كثير جانا، وصل سؤالك. واذا في عندك اي تعليق ثاني واي مداخله. شكرا حبيبي، واتمنى لكم الموفقيه. شكرا لك، شكرا لك جانا. شكرا. طيب جاوبني، جاوب الاخ جانا على سؤاله، تفضل. اول شيء اشكرك كلش. ثاني شيء السؤال مت انه شنو الفائده؟ هو الفائده من هذا الشيء انه سال خليك معنا. اي فالمفروض هو شو يسوي؟ المفروض هو رب العالمين، هو سوى، شايف اذا شايف الفيلم ما سوى، الفيلم الاجنبي ما سوى، سوى لزم جاب البيت زين، خلى لعبه على سبيل المثال، طبعا هاي هنا دا اجابه من طريقه كوميديه اسف يعني، فجاب البيت هذا القديم كنا شايفين الفيلم ما سوى، وسوى لعبه وقال فلتبدأ اللعبة، رب العالمين هم قاعد يلعب. يعني تصور انه هذا الخلبوص اللي هو مسمى رب العالمين زين، هذا الخلبوص الوكح المراهق الطفل ما نعرف شو نسميه، يعني يحب المشاكسة، انه خلق الأكوان كلها وخلق البشر، خلق إنسان خلى مصيره، وهو كتب كل شيء، كتب الغيب وكتب كل شيء، ويدري انه هذا الشخص راح يكفر به وراح يطلع عن طاعته زين، وبعدين بالنهايه راح يعذبه، فهو وكح رب العالمين كلش وكح، يعني يحب المشاكسه. انا عندي راي كمان مختلف طبعا معنا على الخط. سال بس دقيقه، لا بس اجاوب الاخ جانو على ايش بيستفيد الله من حق الناس. انا بقول لك اول شيء ايش بيستفيد. اللي بيستفيد هو مو الله، اللي بيستفيد هو محمد اللي سوى دوله كامله ونكح نص نسوان الجزيرة العربية. اللي بيستفيد شخص مثل عريفي الكذاب هذا اللي شفناه على الفيديوهات عم بيخبص وبيعفس على البقلة مثل ما بنقول على قرآنه، هدول اللي بيستفيدوا. اللي بيرك بقصر هو عريفي شو مخرف، عريفي الواحد مخرف يبيع الوهم للناس والخرافة وقاعد بقصر محمد حسان ويعقوب وحيواني وكل هالشلة العصابة هدول المجرمين هدول قاعدين بقصور. هاد اللي بيستفيدوا منه بتخويف الناس بالعذاب، بتخويف الناس بالحرق. هدول مستفيدين. يعني مين شو الإفادة من انه الله ولا رب ولا كائن سماوي يحرق الناس ويعذبهم لأشياء تافهة؟ فالمستفيد الوحيد ان هدول المجرمين الارهابيين هدول، كل واحد قصره بيعيش نص بغداد ونص الشام يعني. طيب عندي بس ملاحظه. تفضل. يعني رب العالمين لو شاف القصور مال عريفي اللي هو موجود فعلا وشاف القصور مال عريفي، صدق كان استحى من نفسه انه نعطيه هذا المكعب الاسود، لا بي لا تصميم ولا بي اي شيء. بالضبط. كان هو أخذ رب العالمين وقعد به. المهم كمل. بالضبط. طيب سال، أنا آسف كتير، تفضل سال. لو معنا اتصال من سال طبعا، وآسف كتير على التأخير سال. مش مشكلة حبيبي، مش مشكلة. مساء الخير. مساء الورد. مساء النور. مساء الخير. يمسي عليك. مساء النور تاج راسي عمري. مش مشكلة حبيبي. صوتي واضح؟ صوتك واضح. واضح. سال يظهر راح، انا راح ارجع اتصل فيه، هو معتقد انه صوته غير واضح بس صوته واضح كان. اتمنى ترجع سال رد علينا. سال طيب، سال اظن راح يرجع يرد علينا، ما في مشكله. خلينا ننتقل لسؤال ثاني. ياسر جانو اتصال من جانو، خلينا نشوف جانو. تفضل جانو. تحياتي مره ثانيه. اهلا وسهلا جانو، تفضل. انا فقط اثرت هذا السؤال عمدا لكي المشاهدين يسالوا نفسهم هذا السؤال، مش انا بعرف. اكيد وانا بعرف هيك اشياء. طبعا المشاهدين والمستمعين يسألون هذه الأسئلة، يفكرون مرة ثانية وثالثة مشان يعرفوا
بالضبط. مثل ما بتقول احنا راجعين من هذا المكان. بالضبط بالضبط. الناس على يصير عندهم شجاعه يسالون نفسهم هيك اسئله، لماذا ليش كيف؟ هذه الاسئله كثير مهمه. المسلمين بيخافوا يسالون نفسهم هيك اسئله، يواجهون نفسهم بها. بالضبط جانا، بالضبط، وأنا معك 100%. أنا بعرف إنك بتعرف الجواب، وأصدقائنا كل الملحدين بيعرفوا الجواب هذا، بس أنا حبيت أوضح إنه المستفيد الوحيد هلا هدول، حتى أهالينا هدول النايمين بال 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 بالوحل يصحوا إنه هدول الشيوخ المجرمين هدول عم بتوضوا بدمائهم، باركين بالقصور على حسابهم، على حساب ممكن تعيشهم يعني. من خلال برنامجك بدي اسال الاسئله، واحمد حقان واسماعيل وجميع استاذنا النبي السامي وتاج راسنا. اوكي حبيبي، اخليكم خلي كمل الاخ ياسر القدسي المناظره. تسلم جانو كثير حبيبي، يا سلامات. طيب خلينا ننتقل لسؤال ثاني يا ياسر. في عندي هون سؤال كثيرين نسمع حقوق الملحدين وما شابه حقوق الملحدين. برأيك انت شو هي حقوق الملحدين؟ يعني شو الحق اللي نحن نطالب فيه، وشو اللي بنقدر نساويه؟ اذا نحكي من ناحيه هم حقوق الملحدين بالنسبة لهم انه يخلونا بمصح نفسي، هم هيك يعتقدون زين، او يقتلونا يذبحونا، هاي بالنسبة لهم. بس بالنسبة لنا حقوق الملحدين هو الالحاد، ترى مو مسألة يعني معضلة او هيك احنا نصنفها باللهجة العراقية. وياي تسمعني عفوا؟ طيب السائل اجى على الخط قبل نرجع السؤال بعدين يا سائل، اسف كثير، تفضل سائل. والله again sorry for that what happened. ولا يهمك، تفضل. مساء الخير again. ياسر يتحدث عن الشيعة. اول امبارح واحد اصحابي ذكر نكته وضحكت عليها، فحبيت اشارككم النكته. سيد ياسر، تسمع يا ياسر؟ اسمعك حبيبي. شكو انه في واحد راح للدكتور اسنان، واحد سني كان، راح للدكتور حكى له دكتور انا سني خايس، قال له اقعد قواتي واكو واحد سني مو خايس. انا طبعا افرضت عليه بشكل كبير يعني. أنا برأيي هم شني وشيعي هو هو صدقتي يعني، ما في سني ما هو خايس بصراحة يعني. طبعاً مما أخذيها من السرطان الرئيسي من سيد الإجرام وسيد السبايا. لا هو سيد النكاح محمد صلى الله عليه وسلم بكل تأكيد. بس سال محمد ليس سرطانا، الإسلام هو السرطان، محمد الجرثومة المسببة للسرطان. أدي ملاحظة، كل الأديان سرطان. بالضبط. كان من مداخلات اللي سمعتها من الأخ ياسر، وخاصة سبب تخلف بلداننا، بس تصور 50% من القوى العاملة، من القوى المفكرة مدفونة في البيوت، محجبات، منقبات، مدفونين في بيوتهم للأسف الشديد. يس يعني يحكوا طبعا وايل الجملة صرت أكرهها وتصيبني بالغثيان، الحمد لله على نعمة الإسلام. يعني عايشين في أتعس بقعة. هو المفروض يقولون سال في اخ ياسر بدي احكي كلمتين، تفضل ياسر. هو المفروض يقولون الحمد لله على نعمة الهذيان مو الاسلام، لانه هو كل الاديان ترى بصورة عامة هي هذيان.
صح. تفضل تفضل سأل. اسفين ما سمعت كويس. الحمد لله على نعمة الهزيان. يس اكيد اكيد. نو قلت لك يعني مفارقات والهاي الاسلاميك شيزوفرينيا يعني يشوفون العالم. طيب كيف العالم هيك متقدم واحنا متاخرين؟ نفس الوقت هم يقرون ادرس الكتب المتاخره وما في غير حديث ضعيف وحديث هزيل وحديث بده يموت. يعني خاصة النساء ومؤخرا اكيد انا يعني الفتره الاخيره صرت اتابع كثير في برامج نسويه يعني بالنساء مسلمات تقنن استعباد المراه. يعني مش مع المراه في تحريرها لو يعني من داخل البلدان الاسلاميه يدعون الى استعباد المراه والحجاب والفتاة والمقرفه. سأل حبيبي انا بصراحه أنا يعني دهشت لما سمعت انه وحده مثل نجوى كرم على اساس فنانه وفهمانه يعني الفنان لازم يكون درجه ثقافيه يعني عاليه تدافع عن عدم المساواه بين الرجل والمراه. ياسر ذكر شغل الفرق بين يعني لبنان العراق سوريا او ليبيا هو مش فرق في صراحة حضاري وكل ما هناك الفرق استفحال مدى قوة السرطان في ذاك البلد. يعني استفحال الإسلام كلما دخل الإسلام أكثر كلما تخلف البلد وتمرض أكثر. أما لبنان أنا شاركك الرأي لبنان كانت بلد محترم بس ناول لبنان بلد طائفي يعني الناس يعني تعيش مع نفس المجموعة اللي تؤمن بنفس الفكر بالضبط. يعني ما راح تلاقي مسيحي قاعد بمنطقه شيعيه او سني قاعد بمنطقه بس لو كلنا قاعدين مع حالهم يعني segregation بالضبط صحيح. الفصل العنصري 100% او الدول الخليج اكيد زي ما احنا اللي نعرفه انه البترو دولار هو اللي ساعدهم شوي اذروايز يصيرون نفس الشيء قطعوا بعض وداعش اخرى. بس مكاني انا مبروك للحريه يا سيدي ياسر وانا قلاد يعني مقلاد انت طلعت من هذا الفكر اشكرك عمري بعد كل هذه المماطلات صراحه سنه ولا شيعه كلها يعني نفس القمامه. ومبروك عليك حريتك وتنظيف عقلك ولك يعني اتمنى لك الموفقيه في بلاد القرده والخنازير بلاد النور. انا بتشكرك كثير سال بتشكرك كثير سال على كل شيء. طيب ياسر خلينا نرجع لحقوق الملحدين. شو هي حقوق الملحدين؟ حقوق الملحدين الملحد ما محتاج حقوق. الملحد محتاج سوري يعني الكلمه انه اقولها انه حيعتبروها ألفاظ نابية بس أنا بالنسبة لي يعني أعتبر أنه هاي كلمة عادية بس يحلون عن طيزنا كل شيء من ريت. يعني هم مجايزين من عندنا يعني هم عندهم فتسالفة أنه قاعدين يقولون من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر زين بنفس الوقت يقولون وقاتلوا أعداء الله وأقيموا الحد علينا طبعا هاي لا زين واتوا جزيه من اليهود والنصارى وهم صاغرين وراها يقولون قل يا ايها الكافرون لا اعبدوا ما تعبدون زين هو ليش سميهم كفار وبعدين يقول عليهم الكمحيه وما ادري شنو ما تعرف يعني ناس متناقضين ويا نفسهم. يعني هم بس لو الحقوق الوحيده اللي قلت لك اني نظري وجهه نظري اشوفها انه بس يحلون عن كل شيء ماري هاي بالنسبه لي. بس بالنسبه للملحدين اللي بالعراق حاليا او كل الدول الاسلاميه اخصها الاسلاميه طبعا هنا اعذرني حكون عنصري لان بقيه الدول سواء مسيحيه او يهوديه او بوذيه او 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 الى اخره هذول ما يعتبرون يعني الاديان يعني الحاجي. يعني هسه هنا بالمانيا عندنا الوزراء ملحدين وعادي جاهرين بالحادهم. الملحدين هنا بألمانيا يشكلون الأغلبية حتى الدولة نفسها كحكومة هي الحكومة ملحدة وهذا كنا نعرف هذا الشيء
زين هنا بألمانيا. الملحدين بالدول الإسلامية العربية والإسلامية كلها يعني سواء باكستان أفغانستان اللي هي دول لا عربية، تركيا، إيران، ذولا مأساتهم أنه يعانون من الدكتاتورية الدينية. الدكتاتورية الدينية طبعا ما تشمل أنه بس مجرد حقوقهم رايحة، وإنما مضطهدين بكل شيء، حتى بالشغل ما يقدرون يشتغلون، ما يقدرون يعني غصبا من عليهم لازم يصلون، غصبا من عليهم لازم يمارسون الطقوسية، الطقوس يعني المتخلفة سواء، وبنفس الوقت غصبا من عليهم كل شيء، كل شيء يعني الواجبات الإسلامية. يعني مثلا رمضان، رمضان بإيران إذا أكو شرطة خاصة تفتار على البيوت يشوفوك لا يروح ماكل، لا يروح مدخن، لا يروح مسوي فتشي بالشوارع، يرسموك يعني يضربوك، يقتلوك، احنا نقول يقتلوك يعني يضربوك زين، يضربوك من اجل شنو؟ من اجل انه او ياخذوك للحبس او هاي، من اجل انهم انت مفطر. وهسه حجة رمضان يبوا شوفوا المأساة. هنا أنا بالعراق عندنا هسه عندنا قانون تشرع ضمن الدستور بالعراق عندنا، هذا القانون انه اللي يجهر بافطاره ها يعاقب بالسجن. احنا دولة داعش، الدستور مالتنا بنظام داعش، وبعدين يقول لك داعش ما يمثل الإسلام، لا داعش جوهر الإسلام. وماكو أي حقوق ترى للملحدين كل دول، كل يعني الدول العربية بالأخص أحكي، ماكو أي حقوق للملحدين. هاي مصر أحمد حرقان كل فترة ويجون يردون ساعة، ناس يردون يحبسوا، ناس يردون يعزلوا بمصحة نفسية، ناس مع العلم. هسه إذا تجي أنا بهذا العصر الجديد، هسه إذا أقول لهم أنه أنا مثلا شفت أسمع صوت براسي، وهذا الصوت اللي براسي هو مثل ما قال أحمد حرقان، يعني ما يحتاج أعيد الكلام بس حختصره، أنه قال إذا أسمع صوت براسي وجو قالوا لي أنه تسمع صوت براسك وش اسمه يذبوني بالمستشفى والأمراض العقلية، هو محمد سمع صوت براسي وقال أنه أنا نبي، فما أريد أعيد الكلام. المهم نطيت الجملة، وهذه الجملة تعرفوها الكلام الباقي مال أحمد حرقان زين. أكيد أكيد. طيب طيب، في سؤال بيقول يعني هلا مثل ما قلت انت يعني انه هلا العراق عم طالع شرطه اذا بيمسكوك بالجرم المشهود عم تفطر فبيحبسوك. طيب هن بيقولوا انه يا اخي انت ملحد وهذا شيء برجع لك، بس خبي الحادك لنفسك، ما في ضروري تطلع على الناس وسبب فتنة بالمجتمع مثل ما بيسموه. هاي أكثر كلمة أحتقرها. ليش؟ لأن أنا هم مات كملحد وإلي حقوق، لأن أنا إنسان من دم ولحم زين. أنا كملحد هم مات أقول لهم احتفظوا بدينكم وبإسلامكم ونفسكم، شيلوا الجوامع. هذا الجامع اللي يدوخني يقعد 24 ساعة يصيح الصوت مات تفد مزعج إلى درجة، يعني أنا كنت ما أقدر، أنا من كنت متنين كنت مريض هماتينة، كان عندي مرض بالقلب إذا أفز منهم كلش مو زين عليه، بس بعدين تعالجت هنا بألمانيا زراعة صمام، مترالي جديد زراعة زرع، سويت عملية زرع زين. فكنت إذا أخترع مو زين يعني أفز من النوم على صوت إذا أنا أفز زين. فآسف. ألو. ولا يهمك، معك تفضل. إيه ما أدري رجعت الصورة؟ لا ما أعرف الصورة لسه ما رجعت. هسه رجعت زين. آسف انه اخلي التليفون عشان ولا فانه انا اتعجب انه هو يقولون انه احتفظ بالالحاد النفسي. لا شلون احتفظ بالالحاد النفسي؟ اذا انا احتفظ بالالحاد النفسي انتم احتفظوا بالدين النفسكم، انتم تحتفظون بالدين النفسكم، انا بذاك الوقت احتفظ بالالحاد مالتي النفسي وما اجهر بالالحادي. وللعلم انا من دا أحكي بهذا الأسلوب، أنا مو عداء ضد الإسلام، لأن هم بالنهاية حتى داعش هم مسلحين أبرياء بالأصح. ليش؟ لأن هم انولدوا بيئة أنا كنت مثلهم وكنت أفكر مثلهم، دول محتاجين أنه تخلصون من الدين الإسلامي الشال من الدماغ، ولا محتاجين قتال الصراحة. إحنا محتاجين حرب فكرية وليس حرب قتال ونخسر ناس من عندنا، وبالمقابل أنه نخسر هذول اللي دا ينقتلون
بالصراحه بالصراحه هذول اللي يقتلون انا بوجهه نظري ما علي بغيري، انا اشوفهم انه هم مسلحين ابرياء، يعني ذولا مظلومين، انولدوا وورثوا هذا الشيء وتلقنوا بهذا الشيء، يعني واحد شخص تربى بهذا الشيء مو ذنبه. هاي كل السالفه. طيب ياسر، في سؤال بيقول لك يعني هل المليار ونص، مليار وستمائة ألف ما بعرف يعني الأعداد هاي على خطأ كلهم مسلمين ومؤمنين و... وعين الله عليهم مثل ما بقولوا على خطأ، وانت على الصح يعني انتوا هالكم واحد كم ملحد؟ أنا الملاحظة ما متابع حلقاتك البقية، بس يمكن الجواب اللي حقوله يمكن مطروق بالحلقات القديمة مالتك. أنا هسه كمدخن، المدخنين أمه أكثر من المسلمين وأكثر من مليار ونصف مالتهم، زين؟ المدخنين ها؟ هل هم صح؟ البوذية أكثر من الإسلام، هل هم صح؟ وذول الأمة طبعاً دي يتسعون المدخنين، الملاحظة أني كمدخن هساني هم مدخن. زين اعتبر فالمدخنين احنا ده نكبر يعني هم ده نكبر كلش، فهل احنا على خطأ؟ وليش ده يحاربونا؟ نريد حقوقنا، نريد ندخن بالاماكن العامه وبالاماكن المغلقه، نريد ندخن بكل مكان. كل يعني ما معقول احنا امه كلش كبيره بهالعدد ها احنا غلط، صح لو غلط احنا كمدخنين. فهذا مو يعني هم صراحة الأغلبية دائما احنا عرفنا انه الأغلبية هي صوت الخوف وصوت الخضوع وصوت اللي يصنع الدكتاتوريين. الأغلبية هو الصوت دائما صوت الخراف، الخراف هي الأغلبية. زين على الأرض، الأرض هسه بها عدد الخراف كلش هواية. زين الدجاج بالبرازيل أكثر من البشر ها، أقول لك الدجاج أغلبية يعني هم صح يبقبقون بق 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 ها، مو هذا مو هذا مو نقاش من عندهم، يعني هم أغبياء حتى بحججهم. طبعاً يعني اللي بعتمد على الخرافة ما أحلاه يكون ذكي كمان يعني. طيب في الأخ فيصل عم بسأل هل يمكن توفير رابط الملحد الذي قتل؟ يعني بصراحة هو بس حط روح على الفيسبوك، يكتب على الفيسبوك، يكتب مساري البصراوي، مساري البصراوي بطلع لك حسابه. يعني أنا ما أظن في مشكلة، وأنا راح أحاول كمان أبعث لك حسابه كمان ما في مشكلة. عنده سؤال تاني عم بيقول ياسر لك السؤال هذا، كيف يتصرف اللاجئين في ألمانيا؟ اللاجئين هنا يتصرفون بطريقة جدا همجية البعض منهم، وبعض منهم طبعا ما نشمل كليتهم، بعض من عندهم يتصرفوا بطريقة جدا جدا رائعة هنا، يعني حتى يعني أكو لاجئين هنا حاليا صراحة دا أشوفهم أنه دي يتصرفون بطريقة إنسانية وبطريقة كلش راقية. ما نقدر نشمل هذا الشيء يعني نقول إنه كلهم مو زينين أو كلهم زينين، بس كأغلبية هم كأغلبية دا أحكي وليس الكل، دي يتصرفون بطريقة جدا لا حضارية وجدا غبية وجدا همجية. يعني سواء إنه بحفل الموسيقى ذاك اليوم انعادت مأساة كولن من جدة وجدة، هي التحرش الجنسي. هنا عندهم بألمانيا عندهم مبدأ التعري، مبدأ جدا طبيعي التعري عندهم. هنا إذا يلقون واحدة متعراية بالساونة بدون ملابس والساونة مختلطة والمسابح هنا مختلطة راح يشيت عليها يختصبها. ليش؟ بحكم دينه، بحكم دينه يقول أي فرصة للاختلاء برجل ومرأة هي فرصة للاختصاب، لأن الشيطان ثالثكم حسب ما يقول الدين الإسلامي. الصراحة المسألة الأخ إنه هنا دنعاني من مأساة كلش كبيرة هي عدم الأمانة، اللي هي أمة الأمانة اللي يقولون عليها أمة الإسلام أمة الأمانة. يعني هنا تعرف القطارات بأوروبا والوسائل النقل ما بها شخص مفتش أو هاي، يصعد المفتش مو ما يصعد بس يصعد بقلة زين، فما يقطعون تذاكر ويعتبروها شطارة، يطلعون ببلاش ويرجعون ببلاش وما أدري شنو. كذلك إنه السرقات من جو اللاجئين هنا الألمانية بدت السرقات بكثرة، بس بنفس الوقت أنا ما أقول اللاجئين هم اللاجئين ناس مو زينين، لا، اللاجئين بهم ناس جدا جدا راقين وجدا رائعين، وبهم ناس سووا شغلات إنسانية بحيث هنا المجتمع الألماني نفسه تعجب قال إنه هذول معقولة عرب اللي سووا هيك. بس أحكي هنا فقرة حمدح بها العرب، آسف يعني
لازم امدحهم لان انا اقول الحق لازم. العرب هنا ارحم بألف مره كلاجئين من الايرانيين والافغانستان والباكستان زين والاليتيريين الافارقه. العرب يعتبرون النسخه المحسنه لانه العرب هنا سووا اشياء بهرت المانيا نفسها، انما الباكستان جوي نشروا الفكر الداعشي يردون، ورغم انهم بعدهم لاجئين بس ينشرون الفكر الداعشي ومستمرين بالنشر مال الفكر الداعشي. اوكي هنا بصراحه يعني كل اللاجئين يعكسون ثقافتهم يعني وين ما راحوا بيعكسوا ثقافتهم على طبعا كل انسان يعني مساله انه ما يقطعوا التيكت ويطلع بالقطارات دون تيكت وهالاشياء هي يعني حدث بلا حرج، هي ثقافه العدم الامان على عدم ال يعني عندي ملاحظه صغيره اسف على مقاطعتك. تفضل. المانيا حسب ما احكي ويا اصدقائي هنا الالمان عندهم الامانه بشكل لا يوصف يعني هنا اذا تخلي فلوسك وغراضك بالشارع هيك هنا بالشارع بباب بيتك تذب ذهب شذب ما حد ما حيبوقك ولا احد حيوصل لك. بس من اجوا العرب قامت تنباق البايسكلات اللي هي مقفوله بالاقفال فكوها بالتايرات من التايرات يوقفوها مو سوري اسف انا طبعا غلط كلش كبير انه قلت العرب لا اقول لاجئين اجوا بس مو كل اللاجئين سوا اكو لاجئين زينين يعني مو كلهم سوا احنا عندنا مثل العراق نقول مو كل اصابعك سويه ما علم هاي كل اصابع مو كل اصابعك سويه بس اذا تثنيها باوع بس هاي مو اصابعي هيك بس اذا اثنيها كلها صارت سويه هي المساله هيك يعني امثالها ما مو صحيحه مرات تصير. طيب انا بشجع اصدقائي انه يتصلوا فينا ويعطوا ارائهم ومداخلاتهم ويعني بتمنى كمان يكتبوا تعليقات على اليوتيوب. طيب خلينا ننتقل لسؤال ثاني ياسر يعني اليوم خلينا نقول السؤال كالتالي الملحدين اللي يعني الموجودين على الفيسبوك اللي في كتير شفت منهم يعني بصراحة انه غير متحمسين لما سألت الجهر بالإلحاد يعني تلاقيهم ومع انه يعني من احنا ما عم نطلب شيء مستحيل ما عم نطلب الناس اللي في خطر تروح تجي تأجهر بالإلحادة بس حتى الموجودين يعني بأوروبا ولا غير بلاد آمنة يعني غير متحمسين يعني برأيك شو السبب يعني ليش من متحمسين؟ أكيد لأنه تعرف لي أستاذ أنا واحد من الناس أخاف على أهلي موجودين يعني مثلا بالعراق احنا كنا نخاف على أهلنا لأن بالنهاية هم ما حيعرفون أنه أهلي مسلمين وأني ملحد أنا طالع من لا يعتبرون أنه يحرقون قلبي بهذا الشيء يروحون يقتلون أهلي. بنفس الوقت أكو ملحدين عندنا إذا هسه أنا مثلا مو حطلع بهاي الحلقة وراها منحكى بهاي الحلقة حيقعدون يصنفون علي ويقلدون علي وما أدري شنو أنت كذا أنت كذا أنت كذا يعني إيش حيقولون؟ أبسط شيء حيقولون إنه الإلحاد ما يحتاج جهر وهذا شيء سخيف وهذا ما أدري شنو وهذا كذا هذا كذا هذا كذا وينتقدون يعني يعتبرون نفسهم أكو ناس إحنا نقلد عليهم نسميهم مثقفين هم منهم هم الشيوعيين الطبقة الشيوعيين اللي هم مثقفين بالأصل إحنا نقول مثقفين يعني عودين شلون الشيوعيين عندك الشيوعيين هم مجرد فكر ديني اسلامي ها بس شنو عندهم ذولا عندهم نبي محمد هذول عندهم نبي كارل ماركس زين هذول يقولون قال نبي محمد هذول يقولون قال كارل ماركس هذول عندهم مبدا الاشتراكيه والنظام السخيف هذا النظام الداخلي السخيف اللي انا كنت شيوعي طبعا سابقا وبعدين حولت على الليبراليه ومن المؤسسين هماتين الليبراليه ف هذول عندهم الفكر الشيوعي عندهم فتفكر ساذج الى درجه يعني عايش بعهد كارل ماركس وبعهد الدكتاتور هذا جوزيف ستالين داخلي واحد فهذول يقعدون يدورون عندهم مثقفين ويقرا كتب ويروح يطق له صوره بالمتنبي لازم له الجريده والثقافه عنده هو بطل عرق يشيله يشيل يسمع ام كلثوم هاي سذاجه هم سذاجه يعني بس يقعد يكفر زين وما يناقش بس يكفر زين ويشرب ويسمع ام كلثوم هذا هم اعتبره ساذج واصنفه من ضمن الاسلاميين والدكتاتورين همين اسف طبعا
يعني بس وجهة نظري. سألت مسألة كلياتنا عنا أهالي بصراحة، كلياتنا عنا أهالي وكلياتنا بنخاف على أهلنا وكل، طبعا بس يعني إذا ما نحن ما حكينا، وبعدين يعني إذا كل واحد قال أنا خايف على أهلي وخايف على فلان وخايف على علاقاتي وخايف وخايف، يعني مسألة الخوف هي يعني لوين بتوصلنا؟ يعني هو وصلتنا خايف أنا قلت لك اليوم أنا خايفين على بلادنا وعلى أهالينا من القصف من التدمير كله هذا، خايفين بس من شوية مسعورين، يعني أنا ما بدي أزفر بالكلام، أنا قلت لك فد يعني بعدين يعني الخوف، بعدين الخوف يعني شو؟ أنا قلت لك فد سالفة. أنا مثلا اعتبرت أنه الموت هو مسألة طبيعية، يعني ما يحتاج أحزن أو أنشل عليه أو ما أدري شنو، لأني خسرت هواي ناس، خسرت أعز صديق لي هو أبوي، خسرت أخوي اللي هو عبد الله، زين، خسرت أختي، خسرت مرة همتين يعني زوجتي اللي هي كانت أعبدها مو بس أحبها، زين، خسرتها وماتت، زين، خسرت هواي ناس، فماكو داعي إنه بعد أقلق وما شنو، هاي مسألة طبيعية إنه نخسر، يعني إذا ما أموت اليوم حموت باكر، وسواء أنا خلصت من الموت عدة مرات، يعني هسه أنا ما يهمني إنه أموت أو لا، ما يهمني، ليش؟ لأن أنا بالنهاية أنا عندي سابقا مرة عدة مرات وكنا مارين بهاي المرحلة إنه ردنا نموت، لازم واحد من عندنا راد يموت وخلص من الموت بأعجوبة، زين، خلي يفترض إنه بهاي الفترة ما خلص من الموت بأعجوبة ومات، يعني شنو اللي حيصير؟ وثاني شيء حتى لو نموت وين ايش راح يصير؟ راح يصير كل اللي حيصير راح نرجع كما إنه لم نولد، زين، فماكو داعي للخوف من الموت وهاي المسائل. بس الشغلة اللي تعجبني هم المسلمين، أنا أتفهم قلت لك سابقا هاي الحكاية وحرد اكررك اياها، قلت يا لك مره باتصال انا وياك شخصي اذا تتذكره، زين، قلت لك انه اني اعرف كل الزين واعي جدا انه عصابه المافيا من عندها انه يقتلوه، لكن اللي الشيء اللي يصيبني بال يعني شلون اقول لك، يعني يصيبني بالدهشه او استغرب كلش انه مجموعه دينيه ودين منزل من السماء يطلب من عندك اللي يطلع من هذا الدين يقتلوه، هو الدين ما اختاره، هو طلع من عنده، يعني هم ما يفرقون شيء عن المافيا نهائيا، محمد هو انا بوجهه نظري اشوفه رئيس عصابه مافيا، لو موجود هسه حاليا كان اسس مافيا كلش راقيه، او كان اسس جماعه اسلاميه اسمها داعش، داعش ترى هي حاله حال المافيا بالسر وقاعدين وملثمين وما يطلعون وقاعدين بنص المدنيين محتمين، فما تقدر تقتل، لا تقتل المدني ولا تقدر تقتل داعش لان هم بنص المدني، ما تعرف يا هو الداعش ويا هو المدني. فالمساله قلت لك انه هم اهل دا نطمح، الشيء كلش مهم هو شنو، هو نريد نشجع الشباب البقيه انه هم عندهم شك يقدرون يلحدون من خلال هذا البرنامج، زين، واكو شباب دا يخافون من هذا الشيء، نريد نشجعهم، هذا مساله طبيعيه، واحنا اذا نصير اغلبيه ما حيقدرون يقتلونا كليتنا من نصير اغلبيه، لان هذا الشيء راح يصير طبيعي، فما حيقدرون، يعني هسه مثلا عندك احمد حرقان اللي هو عايش بمصر بدوله متدينه متطرفه، احمد حرقان اشتهر كلش، حصل شهره كلش كبيره، زين، كذلك عندنا رجل دين اسمه احمد القبنشي، هو يلبس عمامة همات بس هو ملحد وكل يعرفوه ملحد ويطلع ببرامج الحدث، هو عايش بالعراق، زين، هذا الرجل احترمه جدا رغم لابس عمامة، كلش احترمه الى درجة احترمه، لان هذا الرجل ده يقدر ينشر فكر توعية للمجتمع وللهذا. طيب انا في عندي سؤالين اظن من الاخ فيصل، انا بتمنى الاخ فيصل يعني يتصل فينا يعني يبدي رايه بصوته. عم بيقول السؤال الاول انه هل هناك فرق بين اللاجئين المسلمين والمسيحيين ام تعتمد على الفرد؟ يعني الله اذا في فرق بين المسيحيين والمسلمين اللاجئين بالمانيا تصرفاتهم؟ اي انا مرة حكيت ويا رئيس ولاية هيسن الولاية اللي أنا بيها ساكن، ف
فقلت له الرئيس ولاية هيسن هو الرئيس مال البلدية مال هيسن، قلت له هنا أنا صراحة خلنا نحكي أول نقطة. النقطة الأولى ملاحظة عندي، اللاجئين هنا المسيح لهم حقوق أكثر، يلقونهم بيت بالعجل، يداروهم أكثر زين من المسلمين. هاي الصراحة نحكي هنا عنصرية هم أكو ترى، لا نبرر هذا الشيء زين. كذلك اللاجئ الملحد هنا مضطهد، ليش؟ لأن ما تابع لأي جماعة. يعني مثلا أنا قلت له الرئيس مجلس الولاية مالتنا المجلس البلدي ولاية هيسن، قلت له مرة حكاية، قلت له المسيحي إلى الخوري إذا يدور على بيت ويلقى بيت من خلال الخوري أو القس أو ما أعرف شو يسموه زين يلقى لهم. المسلم إذا يروح يدور على بيت هنا بألمانيا زين يلقى له شيخ الجامع التركي زين، الشيخ مال الجامع أو المغربي أو السوري أو المصري زين، لكن الملحد إلى الله. صدق هو الملحد ما له غير الله، يعني شو يعمل؟ بسيطة. طيب في سؤال ثاني، في سؤال ثاني، هو سؤاله بصراحة يعني هو سؤاله يعني مو إنه تعامل الألمان مع اللاجئين، هو تعامل اللاجئين نفسهم. يعني هل بكلمة أخرى، هل اللاجئ المسيحي أرقى من اللاجئ المسلم؟ نحكي الصراحة غير طبعاً. اللاجئ المسيحي هنا عنصري، يوصل ألمانيا اعتبر روحه هو السفير من ألمانيا زين. والصراحة اللاجئين المسلمين دي يضطهدوهم المسيحيين، نعترف الصراحة، احنا نحكي الصراحة غير أكيد أكيد. بس بنفس الوقت أنا ضد هاي العنصرية وضد هذا الشيء، ليش؟ لأن هم بشر وذولا بشر. أنا يعني هنا أشوف المسيحي تصرفاته جدا ملائقة، يعني يجي مثلا المسيحي ها على المسلم، انا هسه مثلا على سبيل المثال انا ملحد ها اشرب طبيعي شو اسمه، بس انا ما اكل لحم خنزير يا اخي، انا افرض انا نباتي، يجي المسيحي علي ها انت شنو انت مسلم ما تاكل لحم خنزير، تعال كل لحم خنزير قدام الالمان يعني عقده يحرجني. انا ابوع علي اقول له اولا افترض انه انا نباتي، انا شيء افرض انه انا ما احب اللحم اصلا، انت شنو تجبرني على اكل اللحم زين. المسيحي هنا يتصرف ويا المسلم شو يسوي؟ يجيب بطل الشرب يصبه قدام المسلم ويقعد يشرب ويقعد ياكل لحم خنزير، ويجبر المسلم تعال اكل قدام الالمان، طبعا هاي حفله او فد شيء، يجبر المسلم تعال شنو تعال اكل لحم خنزير واشرب، واذا ما شرب وما اكل لحم خنزير حيقول انت متخلف ومسلم ويتجاوز عليه و و و. وبالاضافه هو نفسه هو هذا المسيحي ها هو دينه مليان خرافات ومليان. كمل ياسر ياسر، هو شو الفرق اصلا بين الاسلام والمسيحيه؟ يعني ماكو فرق، ماكو فرق. يعني ماكو المشكله هلا المسيحيين بالشرق الاوسط هم اقليه، لذلك بتلاقيهم مسيحيين طبعا لو اغلبيه كان صدقني لو يصيروا اغلبيه راح يتصرفوا نفس تصرفات المسلمين. يعني طبعا الفرق بين نحن في مثل عنا بيقول المسكليت ماشي على، ما بدي اكمل المثل هذا بس يعني بس بنفس الوقت هنا المسلمين هم يتصرفون تصرفات غير لائقه، اللي هي شنو هي؟ يجي هنا عباله هو بالدول العربيه مالته ضرب اتصال معنا اتصال من الاخ فيصل، تفضل اخ فيصل. الو سامعينك اخي، تفضل. السلام عليكم. اهلين وسهلين، بس علي صوتك شوي. حاضر. وضع ليش انا كنت اسال انه تفضل اخي، تفضل سامعينك. شو اللي نسيت؟ شو اللي نسيته؟ خلينا نتذكر سوا. هو اللي طلعت على المسجات، هو بس بقول انا كيف انه مثلا حركه التليين في امريكا كيف بدات وتطورت، انه اول شيء تجمعوا الناس بينهم وبين بعض، اول شيء بدات في مكتب صغير الاوسكار وايلد ميموريال، اوسكار وايلد مسرحي مشهور وكان مثلي زي مثليين كثير في هذيك الفتره،
انتحر زي برضو فيتجنشتاين مؤسس الاناليتيك فلسفي في القرن العشرين، واحد من اهم الفلاسفه اللي عاشوا طول تاريخ الفلسفه لودفيك فيتجنشتاين. فهم اول شيء فتحوا انه مكتبه صغيره ميموريال لاوسكار وايلد، بس بعدين اتجمع وصار في ببليكيشنز للمثليين، بعدين تطور الوضع وصار في بار للمثليين وصار في حريق للبار مع 32 واحد، في واحد حرقهم، وهذه اكبر مجزره صارت في حرق المثليين في امريكا. وما اخذش ما اخذت في اي فتره من الفترات اي اعتبار اعلامي، بس لكن كان عليه تاثير انه على المثليين نفسهم، انهم بعد ما تجمعوا بعد ما صاروا قدروا انه لهم صوت، يعني انه صاروا يجاهروا فيها ويقولوا للناس الثانيين العاديين الغيرين انه احنا هيك مثلكم تتقبلونا واحنا في المجتمع. فصار في شفت كبير، يعني مثلا الكونسبت تبع المثلي في الثمانينات اللي هو الهايبر سكشوال ميل غني، هذا الفيجر، لا في الثمانينات لا في 2016 هم لا ناس عاديين متزوجين. حتى في بعض الاعضاء من المثليين يعني زي مايلو ينابلس يعني لسه مش مستوعب التغيير، وبتذكر الايام ما كانت حلوه المثليه في السبعينات، ايام ما كانت اندر جراوند انه كانت انه كان فيها اثاره اكثر، هلا صرنا دومستيكيتد. تعرف الحيوان لما يصير دومستيكيت زي الاسد يصير دومستيكيت بس علان، يعني يتحول الى قط، يعني الاسد يتحول الى قط اذا صار دجن خلينا نقول بالعربي. يعني فكرتك فيصل، فكرتك انت ربطتها بالملحدين، انت بعثت لي على السكايب انه ليش ما بسوي كوميونيتي سنتر مثلا للملحدين برايك، ما هيك؟ ايوه بالضبط، انه هاي الفكره انه مثلا حتى المثليين في المجتمع بال 85%، يعني في بلد الاردن في 11 مليون شخص، يعني انه على القليل في نص مليون مثلي، احكي 200,000 واحد و 300,000 عندهم ظروف، انه احنا لو ال 200,000 هذول قدرنا مثلا انه ندعم بعضنا ونتقابل في كوميونتي سنترز موزعين على المثليين، ساعتها احنا يصير عندنا الا صوت، الا غير، الا وجود. اما لو كل واحد لحاله ما لناش وجود. يونايتد ستاند سيبريتد بيفول. بالضبط. هو في الاتحاد قوة مثل ما بقولوا، يعني بصراحة يعني أنا بتمنى كل الملحدين يتجمعوا للمسلمين ولا كل شيء، كل إنسان يعني يريد أن يظهر كإنسان ونجمع بعضنا كلنا بشر، وأهم الشيء حقوق الإنسان يعني هي اللي تربطنا. وهي بس عندي ملاحظة، المسلمين إذا يتجمعون راح يأسسون جماعة مسلحة ترى. كمل. المسلمين اصلا بدون ما يتجمعوا ما تجمعوا مسلحين للاسف الشديد، في اي لحظه في اي تجمع في شيء، بالاسلام هو الشاطر بيناتهم، لازم السلاح يكون موجود، يعني هذا شيء طبيعي نعرفه من بدايه التاريخ لحد هلا، يعني ما هو شيء غريب. فهلا انت والاخ اسماعيل، النبي اسماعيل، عملت اول نقطه، واحمد حران عملتوا الدوش، عملتوا الصوت، خلتوا الملحدين العرب يعرفوا انه في سهل، هم لازم تمشي الخطوه المرحله الثانيه، انه احنا نتجمع مع بعض في البلدان مثل الثانيه، في السعوديه حيمسكونكم هيك جماعه ارهابيه ويردموكم ومش حدش حيدرى عنكم، انه حيسجلوكم ارهابيين، والسعوديه طبعا عشان انت بلد اكبر بلد بتحترم حقوق الانسان بتنزل كل البيانات تبعت المجرمين. فيش تعديل والشغلات هاي، فبيطلع الحد إرهاب، فبيطلعونا جماعة إرهابية. بس مثلا في بلدان زي الأردن أو تونس أو لبنان، تعرف إيش نعمل؟ كوميونيتي سنترز، يعني إحنا أشخاص كتير، إنه يم نعمل في بيت واحد أو نستأجر محل صغير، هون كوميونيتي سنترز، هون إحنا نحكي مع بعض، نجيب 20 شخص نقعد حوالين سيركل، كل واحد بحكي عن الإكسبيرينس تبعه، المشاكل تبعه، نسوي سبورت لبعض. صح،
صراحة أنا بتمنى تصير هيك أشياء، هيك حركات، يعني الشباب اللي بالشرق الأوسط يتحركوا. نحن بصراحة نحن بشان هيك عم نقول اجهروا يا جماعة، اطلعوا يا جماعة، حكينا ما شغلة فاضية يعني. فلذلك يعني تفضل، إذا إحنا صار عندنا خطة للمثليين، إنه إحنا صار مثلا عندنا إنه إحنا مثلا حركة مثلية فيها على 200,000 شخص، بعدين صار عندنا حركة موحدين، بس صار عندنا حركة علمانيين من المسلمين. يعني مثلا في كثير مسلمين بتحكي معهم انت موافق على هالشغله، قال لك شغله اغسل ايدك منهم، ما في مسلم علماني يعني. لا احنا في بعرف شخصيا بقول لك، طيب انا ما عنديش مشكله مع المثليين، ما عنديش مشكله مع الموحدين، بس مش عارف ايش، او تابع له شيخ مش عارف، في بعض الموجودين. بعدين برضه المسيحيين في كثير بلدان، في 10% مسيحيين او اكثر، انه هدول مثلا ممكن برضه نحطهم في صوت الاحزاب مثلا العلمانيه، بس انه هلا المشكله انه احنا نحط الكلام، نحطه على الارض، انه الكلام كويس ومهم، لازم الدايلوج هذا اهم شيء. حتى اس جريلينج سمي التاريخ كله وكل الفلسفه والعلوم سميها ذا جريت كونفرسيشن اوف مان كايند، المحادثه العظيمه، هذا مهم، بس انه لازم نسوي شيء في الارض، اول شيء نجمع حالنا وبعدين نبدا نطلب حقوق. بكل تأكيد فيصل، بكل تأكيد، هذا اللي عم نسعى له نحن يعني بهالبرنامج ولا بنشاطنا ولا بكل شيء. نسعى بالبداية حتى نظهر أعدادنا، نظهر حالنا، بعدين حتى بالتجمع والكوميونيتي سنتر وهالأشياء هاي اللي أنت حكيت عنها، صدقني صدقني هاي تحصيل حاصل، بتجي يعني لحالها بتجي، بس نحن بدنا أول الخطوة هالشجاعة هاي، نقتل الخوف اللي موجود جوانا حتى نقدر بعدين كل شيء بيجي طبيعي. صدقني راح يصير عنا تلفزيونات، راح يصير عنا منظمات، راح يصير عنا كل شيء، ولكن الخطوة الأولى أنه نقتل الخوف، وهذا أهم شيء. عندنا منظمة هنا وأنا بألمانيا، عندنا متلفزيون كانوا الناس لسه خايفين، فكانوا لسه انه بيروحوا على الكوميونتي سنتر دون ما انه يجروا قدام الناس، بس بعد الكارثه اللي صارت المات في 32 مثلي، فكانوا عندهم هم كنيسه لهم المثليين، المتروبوليتان تشيرش، فكانوا بيسووا فيه صلاه، وكان الاعلام برا، فقالوا لهم تطلع برا على الاعلام ولا تطلع من الباب الخلفي؟ لا، فكانوا خايفين مع هيك، عشان القائد تبع الكنيسه كان كاريزماتيك، كلهم طلعوا من الباب الاول عند الاعلام وقابلهم الاعلام. هذا كانت اول مره اشهروا فيها. ف هو القصه انه احنا اول شيء المركز حالنا، انه احنا وفي كثير مثلا المثليين مش قابل حاله، في كثير غالبيه المثليين مثلا في الاردن سبلانين حاله منهم، تقول له انت مثلي، تقول له انت مسلم، طيب كيف موثق بينهم؟ مش عارف، بكون كرهان حاله، سبب له ازمات يعني. وهذا شيء تاريخ 1907، بين انا اول واحد كان شاب عمره 17 سنه الماني انتحر، كان مثلي عشان تقبل حاله ولا المجتمع قابله. احنا لو بنعمل كوميونتي سنتر يسوي شيء وبتوائم مع حاله، وبعدين بده يشهر، ليش للناس هو مش متقبل حاله، كيف تتصير يعني؟ صراحة نحن ما ناقصنا الشجاعة، الأغلبية الساحقة يعني، إن كان مسليين ولا غير مسليين والملحدين ولا كل صاحب فكر يعني اللي هو الفكر المتوحش عنا وسيطر على الكل. طب أنا بشكرك كثير أخي فيصل، وبتمنى كمان مشاركاتك في الحلقات القادمة، شكرا كثير لك. شكرا شكرا. طيب خلينا انا يعني وصلنا لنهايه الحلقه تقريبا ياسر، بدي كلمه منك، قيم لي حمله اجهر اللي قايمين فيها بالفيسبوك. انت حضرتك طبعا اجهرت معنا بالفيسبوك، على صفحتنا بالفيسبوك وبرنامج هاد، وهالحمله هي اللي يعني جمعت بعض الاصدقاء وطالعت الصوت شوي. أولاً أنا أشكرك على جهودك، لأن جهودك كلش عملاقة وصدق كرر. تسلم يا طيب، تسلم. زين، الشغلة الأخي إنه هي الحملة تقدر تقول إنه تتساعد ولو بنسبة 2% و3% صراحة، لأنه
يعني هي الحملة حتى لو نقول 3% هي أكثر، بس خلينا نقول 3% أو 1% أو 2%، خلينا نقول مثلا هاي 1% إذا 2 يعني أو 3 زين قدروا يشغلون عقلهم زين، هذول 2 أو 3 راح يقولون للبقية، يحجون للبقية اللي يمهم يشغلون عقلهم، وهي السلسلة تنتشر. فبهالحالة احنا ايش نقدر نقول؟ نقدر نقول انه البرنامج هذا دا يساعد بشكل يعني كلش ممتاز. احنا مو شرط انه نريد التطور رأسا يبدي عندنا بالدول العربية او بلداننا او مدري شنو، رأسا بليلة وضحاها او 7 ايام مثل الله زين خلق السماء والارض ما ترهم. فاحنا نحاول حتى لو نقول نبني للاجيال اللي بعدنا نبني شيء، لانه الصراحه الاجيال القبلنا هذا مرضهم وسرطانهم وكلنا نقلناها احنا، يعني الاجيال هذا الجيل نقل السرطان مال الاجيال القبلنا. فريد الجيل القبلنا يجي جيل محسن، مو جيل همجي، جيل شاف الغلط وغلط اكثر من مره. يعني احنا جيلنا شفنا الغلط، ترى الالحاد هو مجرد رده فعل صار عندنا ببلداننا، ردة فعل اللي انشاف يعني بعينه المواطن العربي او بالاخص عندنا بالعراق، شافوا الدين وين وصلنا والحكم الاسلامي وين وصلنا، وشافوا كل شيء صار يعني من زمن، مو بس هسه يعني بالش اسمه، حتى بزمن صدام الاجرام اللي كان يصير والمقابر الجماعيه والكيمياوي والنظام البعثي، وما ترى حتى همتي انا اريد اقول ملاحظه، طبعا انا اسف، الملحدين معتبريها انه عندهم يعني معتبريها اذا تحكي على داروين يعتبروه هذا نبي، داروين مجرد عالم مو نبي ولا مقدس، يعني اقدر انا اسبه افشر علي انا حر زين، ما من حق الملحد يتهجم عليه زين. كذلك انه اي شخص حنقدسه احنا بهالحاله ما فرقنا شيء عن المتدينين. رسالتي الملحدين طبعا هنا رسالتي الملحدين راح تكون رسالتي الملحدين انه ترى الالحاد مو معضله ولا معجزه تقعد تتباهى بيها واني ملحد واني كذا، هو مجرد رده فعل طبيعي، هو الدين عباره عن مضيعه للوقت، فصارك وقت فتقدر انت تستغل هذا الوقت مالتك زين من خلال انه من خلال انه هذا الوقت تستغله انه انت كملحد تقدر تستفاد من وقتك، تدرس، تطور نفسك، تشتغل، مو تقعد تقضيها يعني على الفيسبوك نشر شنو اني كافر اني ملحد هيك من الله خرب الله وما ادري شنو خرب محمد، هذا مو اسلوب. لانه بالمقابل كذلك المؤمن من حيشوفك بهالصيغه راح يقول انه انت تمثل الالحاد. كذلك اكفت فقره اضيفها، الالحاد هو مو جماعه ولا دين ولا جسمه، يعني كل انسان مسؤول على تصرفاته. يعني المسلم ليش دا ادينه؟ المسلم عنده نظام داخلي، خلينا نقول شنو النظام الداخلي مالته؟ هو القران زين، دستوره او بالاحرى زين. فاقدر الومه ليش؟ لان عنده دستور، هذا دستوره ايش يقول هذا الكلام زين، فاقدر الومه. لكن الملحد ما تقدر تلومه ليش؟ لانه ترى هواي اكو ملحدين، هواي اكو ملحدين صراحه، خلينا نحكي الصراحه، هواي ملحدين اكو يا ريتهم بقوا متدينين اشرف لهم. ليش؟ لان لو بقوا متدينين اكو شيء يعني يمنعهم، يعني اكو ملحدين يعتبرون انه هو صار ملحد خلص تجرد من الضمير من الانسانيه من الفكر من كل شيء، يعني يعتبر الحياه مجرد عبثيه وشيء اسود مطين بطين. يعني حتى لأفترض انه هوني طلعت بث مباشر او انت طلعت بث مباشر هيك كل الكون ده يستمعك الكره الارضيه وقلت لهم ماكو الله، وتخيل انه الدول العربيه جو وصدقوك راسا فجاه ها بدون ضمير وبدون انسانيه ها وصدقوا انه ماكو الله، تخيل حجم الجرائم اللي راح تصير. ليش؟ لانه عندنا بذور دينيه مترسخه صراحه. نحكي اكو ملحدين خلصوا من الله وفكره الله، بس شنو بقت عندهم بذور الهمجية موجودة عندهم، البذور الصحراوية البدوية بقت متأصلة بيهم. كذلك أكو مسألة لخ أريد أضيفها
طبعا انا اسف انه رسالتي تكون ضد الالحاد. لا ولا يهمك، تفضل. بس لازم احكي الصراحه يعني، وانا بدي اياك تعبر عن رايك بصراحه يعني. انا اشكرك كلش، كثير اسمع اراء الشباب اللي عنا يعني. نحن بدون قلبك نجيب شباب من المانيا ولا شباب من امريكا يعني، نحن هاي شبابنا وهذا فكرنا يعني، هذا بدي اسمعه منك انا. ممنون لك هادي عمري. المهم الشغله الاخي انه هوايه ملحدين من يقعدون يحجون حماك الاله مردوخ، حماك الاله مدري منو، هاي ترى مع احترامي تفاهه. وثاني شيء اكو ملحدين يعتبرون العدميين ناس يعني شلون اقول لك يعني يردون يقتلوه بين قوسين. العدمي ترى العدمي هو انسان عرف حقيقه الوجود. واكو مقوله هماتي يعني العالم نسيت اسمه، قال من لم يكن عدمي ليس ملحد. ليش؟ لان العدميه هي افاق فلسفيه كلش عملاقه وكلش عظيمه وتتبحر بهوايه سوالف. يعني مو مجرد انه النظره العدميه تقول انه الحياه مجرد لا شيء، لا، العدميه تتلخص بهوايه سوالف. كذلك انه اكو ملحدين يؤمنون بالتنميه البشريه. التنميه البشريه ترى جدا تفاهه مع احترامي. التنميه البشريه هي شلون انت مثلا واحد مثل هاي المطربه احلام البقره، زين، تقعد تقولها انت مطربه عملاقه، انت مطربه عظيمه، انت كذا، انت ملكه، انت ما شنو، هي تصدق تقول اني ملكه وابغى كنتاكي. هاي التنميه البشريه تسبب مأساة صراحه، كلش مأساة كلش عظيمه تتسبب. يعني هي كذب، واحد يكذبه عليك وتتصدقه. وكذلك انه انت تجي تقعد ويا روحك ساستطيع افعل ذلك، وما تشوف ترى احنا امكانياتنا، خلينا نفكر امكانياتنا بالمعقول بالعقلانيه. هاي رسالتي للملحدين، زين. بس رسالتي مؤمنين هنا حبايبي المسلمين يا اخي، هم انا بس اقول لهم شغله واحده. على الارض اكو 4000 ديانه، زين. انت مهما تدينت بديانه وتشددت، زين، راح تبقى ملحد ب 3999 ديانه. هو يعني فكر، شغل عقلك. شغله ثانيه، رساله ثانيه للمسلمين هماتين اخصهم للمؤمنين عامه. لا والله خل نقول الصراحه، بس حط الميكروفون جنب تمك عشان تكون الصوت اعلى بعد اذنك. اوكي، المؤمنين الرساله هماتي انا الثانيه انه ترى مو معناها انه اني ملحد، زين، راح اكون تاجر بعرضي. يعني هوايه ناس من اقعد اناقشهم مثلا اني كملحد، اسف طبعا لحظه بس اعدل السماع، من اقعد اناقشهم كملحد واوصل وياه بنتيجه انه قناعته وما قدر يلقى لي اي حجه، طبعا اكثرهم رجال دين، راح يجيني بالسؤال مالته العظيم. السؤال العظيم مالته شنو هو السؤال العظيم العملاق؟ يقول لي تقبل انام ويا اختك ويا امك؟ يا حبيبي ترى انت من قلت لي هذا الشيء، اولا خلينا نحكي من ناحيه عقلانيه، اذا تريد تنام ويا اختي، اختي مو سلعه واني احطك اياها واقول لك روح نام وياها واجي اجبرها وما ادري شنو. هي عندها ترى احاسيس وعندها شو اسمه تقدر تحب وكذا وتروح تسوي هذا الشيء، هذا مساله طبيعيه حال الاكل والشرب، زين. المساله الثانيه انه انت من قلت لي هذا الشيء يعني ايش عبالك انه راسا حقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وحامن من قلت لي هذا الشيء؟ يعني اتعجب عليه. وثاني شيء يجيني اكثر المؤمنين بحجه انه شنو هي الحجه مالتهم؟ هذا الكون المعقد ما شنو، اجى من العبث، اجى من العدم، اجى من الكذا. يا اخي افرض 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 انه اجى الله سوى، يعني الله هيك راسا اجى هماتين صار من لا شيء، همه ترهم. شغله الاخي، رساله لاخي للمسلمين، حاولوا انه اعرف انه اخلاقكم كلش عاليه والرسول يقول خير امه اخرجت للارض، بس حاولوا انه لا تستخدمون العيوره هوايه صراحه، لان هوايه يستخدموها الفتره، والايحاءات الجنسيه حاولوا انه تقللون عنها، لانه ترى اذا تفشر علي او تسبني ها ما حكون اني يعني حاسكت، بالعكس راح ازيد اصرار، زين. ومن فشرت علي انا هنا منتصر ترى، وانت الخسران يعني، من سويتني انت واحد مثلا يقول لي انت حشره وادعسك تحت اقدامي وما ادري شنو. هذا الحوار التافه مع احترامي اليه
يعني ما حيجيب نتيجه، وبالعكس راح يصرني بالالحاد، وراح يخليني راح يخلي هواي ناس صاروا ملحدين، لان انا ناقشه بطريقه عقلانيه، هو يستخدم لي العيوره ويستخدم لي الالفاظ مالته. زين اسف طبعا انه هدا اجيبها مرت اللخي هاي الكلمه، بس هم يقولوها هواي. زين وطبيعي يعني انا ترى بالنسبه لي يعني كشاب، انا احكي لك الصراحه، انا كشاب وانا شاب بين قوسين يعني مو خلوق وكذا وهاي، لا انا بالنسبه لي يعني الصراحه تربيه شوارع حموتي يعني هم اقدر افش ما عندي يعني. لا الصراحه ترى احنا صراحه يا ياسر يعني هم يعبروا عن نفسهم يعني هالكلمات اللي بس هي يعني عدي شيء غيره يقولوه اصلا. هو عادي نقطه، مو عادي نقطه انا هنا، لانه هم دائما يقولون هذا تربية شوارع. بالعكس ترى تربية شوارع ما له علاقة، تربية شوارع مسألة طبيعية، يعني احنا مفتهمين الموضوع غلط. وياي تسمعني؟ اسمعك تفضل. اي فهم معتقدين انه تربية شوارع شيء شي اسمه، بس احنا هم نعرف نفشر بالمقابل، ونعرف نسبسب، ونعرف نشتم، ونعرف كل شيء، بس هنا احنا وصلنا المستوى دون الحيوان، لان الحيوان هم ماتينا ما يفشر. يعني الكلب عندك مثلا ينبح، او شو اسمه فلان يجعر، فاحنا نقدر نسب ونقدر نفشر ونقدر كل شيء، بس ما نوصل لهاي المرحله السخيفه من المستوى مالتهم. بدنا نناقشهم بطريقه عقلانيه، فخلي يحاولون يناقشونا بطريقه عقلانيه، وخلي يحاولون على الابتعاد من صيغ التهديد والقتل والاجرام مالتهم. نعرف انه دينهم مجموعه مافيا صراحه. ورسالتي هي هاي الاخيره، وبالنهاية أحب أشكرك كلش 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 مثل ما نقول إحنا بالعراقي على هذا البرنامج ماتك اللي دي ساعد هواية ناس، وأشكر يعني كل اللي يعني مدى يخاف ودى يجهر بالحادة، لأن هذا الشيء طبيعي ترى، والإلحاد قلت لك هي ردة فعل ومسألة طبيعية جدا، وبالنهاية هاي. بكل تأكيد أنا بتشكرك كثير ياسر على الوقت العطيء. تحياتي. لا تحياتي تمني أول. ويعني ووجودك معنا كمان أنا بتشكرك كثير على ال يعني. يعني أشكرك كلش. صراحة يعني الوقت هذا بكفي يعني أعطيتنا إياه. وأنا بتمنى كمان نشوفك بمداخلات ونشوفك بحلقات تانية، مثل ما بقولوا يعني نقدر نشيل هالخوف. بس عندي ملاحظه همتي، انا اسف على المقاطعه، انا تعجبت انه ماكو مداخلات من اسلاميين يعني اتصلوا، انا كنت اتمنى انه اسلاميين يتصلون ويتداخلون حتى اقدر اجاوبهم بهذا البرنامج، فتعجبت انه ماكو هذا الشيء، فاتمنى بالمستقبل تخلون هذا الشيء، لانه احنا محتاجين انه نتناقش في اسلاميين او دينيين او مسيحيين او الى اخره. صراحة يعني برنامجنا هو مو موجه للمسلمين ولا مو موجه للمؤمنين نهائيا، انا لما اتحدث للملحدين فقط، انا برنامجي فقط لتشجيع الملحدين للظهور، يعني انا ما لي اي علاقه مع يعني. هلا في كثير مؤمنين بدي اناقشك بشيء، انا يا اخي لا اناقش مؤمن، يعني انا في ضد لا اناقش مؤمن بصراحه يعني. بس اتمنى هذا الشيء يعني انه نناقش المؤمنين. ليش؟ لانه بالنهايه اذا نناقشهم راح نقدر احنا نستفاد وهم يستفادون. اكيد اكيد. بس الشغله اللي بدي اوضحها انه هالبرنامج بالخصوص هو مو موجه للمؤمنين، مو موجه لاي طائفه غير الملحدين يعني. ففي عندك الاخ دانيال عنده قناه ممكن يسوي مناظرات بين اي مؤمن وملحد، يعني في عنده كثير اشياء ممكن يقدمها، في كثير برامج ثانيه يعني ممكن تناقش الموضوع هذا بين الايمان والالحاد، لكن هالبرنامج هذا بالخصوص هو موجه فقط للملحدين يعني، وتشجيع الملحدين للظهور فقط يعني. اوكي طيب، شكرا كثير لك ياسر، وشكرا لك اللي اشكرك. وانا بتمنى تابعونا باليوم السبت، طبعا معنا حلقه مع ملحد سوري الاخ نسيم، فبتمنى بنفس الوقت طبعا الساعه 5 بتوقيت لندن مساء. ويوم الاحد معنا حلقه مع نبينا الحبيب اسلام الديب. طبعا للملاحظه ولو تتحكي انت بهاي اللحظات اللي تتحكي تجيني الرسائل على الفيسبوك، هي تصنيف من اصدقائي الملحدين علي. كيف كيف؟ وهاي اللحظات اللي تحكي وياي بيها تجيني رسائل من قبل اصدقائي الملحدين دي يصنفون علي بيها.
يا سيدي، هو راح تشوف رسائل كثير، يعني توقع رسائل. على قولة عندنا مثل عراقي، شدوا راسكم يا القرايين. اكيد. انا بشكرك كثير ياسر على الحلقه هاي، وبشكركم اصدقائي. الى اللقاء في حلقه قادمه. الى اللقاء. انا اللي اشكرك. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه.